تخيل معايا يا صديقي، أطفال بيتولد فجأة كده لسبب مش معلوم في كل حتة في العالم. جزء من الأطفال دي بيطلب منهم بقى لما يكبروا شوية إن هم يوقفوا نهاية عالم هتحصل بعد 8 أيام بس. برأيك كده ممكن يعملوا إيه؟ ده بقى اللي هنشوفه في مسلسل النهاردة. بيبدأ المسلسل وبنعرف إن يوم 1 أكتوبر 1989 حصلت حاجة من أغرب ما يكون، لأن في 43 ست حوالين العالم كله ولدوا أطفالهم في نفس اللحظة وفي نفس الثانية بالظبط. لكن مش دي الحاجة الغريبة، الحاجة الغريبة فعلا ان كل الستات دول بيشتركوا في حاجة واحدة بس، الا وهي انهم ما كانوش حوامل اصلا، بل فجأة كده لقيوا بطنهم كبرت وخلفوا اطفالهم، ومحدش قدر يفهم لغاية دلوقتي ايه اللي حصل على فكرة، لكن الكل كانوا عارفين ومتأكدين ان الاطفال دول مختلفين جدا عن باقي الاطفال اللي اتولدوا بشكل طبيعي. وعشان كده العالم الشهير واللي اسمه ريجي تبنى 7 أطفال من الاطفال دول وانشأ اكاديمية ليهم اسمها امبريلا اكاديمي، وكان بيربيهم طبعا في الاكاديميه دي وبس. دلوقتي بقى بنجري بالزمن للوقت الحاضر وبنشوف الاطفال دول بعد ما كبروا. بنتعرف على رقم 1 اللي اسمه لوسر، واللي بيكون ضخم جدا، اضخم من كل البشر، ودي القوه الخارقه او يعني الطفره اللي عنده، لان بالمناسبه كل الاطفال اللي اتولدوا فجاه كده طلعوا فعلا مش طبيعيين، وكل واحد عنده طفره جينيه مختلفه عن التاني. وقدره لوسر بقى هو انه ضخم وقوي جدا زي ما انت شايف كده. وبنشوف ان لوسر حاليا في الفضاء لانه اصلا رائد فضاء. على الارض بقى بنتعرف على الباقيين وبنشوف رقم 2 واللي بقى اسمه دييجو. دييجو قوي وعنده برضه قدرات خاصه في القتال واستخدام السكاكين، وبالتالي بيستخدم قدرته دي وبيحمي الابرياء، وهكذا تقدر تقول انه بطل خارق. حاليا بنشوف ان دييجو بيقتحم شقه كده وبيخلص على العصابه اللي كانت هناك وبيحرر العائله اللي كانوا العصابه محتجزينهم. وعلى الجانب الاخر على فكره بنشوف رقم 3 واللي تبقى بنت اسمها اليسون. بنعرف ان اليسون قدرتها خارقه انها بتقدر تسيطر وتتلاعب بالعقول والعلم. على جنب كده برضو اليسون بتشتغل كفنانه. اما بقى رقم 4 فاسمه كلاوس، وقدره كلاوس الخارقه انه بيقدر يتواصل مع الارواح والاموات والعياذ بالله. وحاليا بنشوف ان كلاوس خارج النهارده من مركز اعاده التاهيل لانه كان مدمن وبيتعالج. وكلاوس بعيدا يعني عن انه مدمن فهو كمان حرامي ونصاب، فما تثقش فيه. اما بقى رقم 7 فدي بقى بنت اسمها فانيا، وفانيا دي على عكس كل الباقيين لا تملك اي قوه خارقه. ليه؟ محدش يعرف. وبس هم دول كله. وانا عارف اني ما قلتش لرقم 5 ورقم 6، وده لانهم مش موجودين اصلا، وهنفهم ازاي الكلام ده حصل قدام. المهم في يوم بقى لوسر ودييجو واليسون وكلاوس وفانيا بيعرفوا ان ابوهم او العالم اللي كان متبنيهم ريجي مات، فبيقرروا الكل انهم يروحوا للاكاديميه اللي كان ريجي بيربيهم فيها. دلوقتي بتوصل فانيا للاكاديميه، واول ما بتدخل بتقابل اليسون، واللي بتفرح جدا لما بتشوف فانيا وبتفضل تطمن عليها. بعد فترة مش طويلة بيوصل لمكان دييجو، واللي بيتضايق جدا دلوقتي انه شاف فانيا، لان بالمناسبة فانيا عملت كتاب عن حياتها من مدة ونشأتها في الأكاديمية وقفشت جوه الكتاب ده عن أسرار الكل، فيعني دييجو مش حاببها عشان كده. المهم ان دييجو بيفضل يلف في الأكاديمية فبيقابل رقم 1 اللي هو لوسر. طبعا بيسلموا على بعض. بعدها بيتكلم لوسر مع دييجو وبيعرفوا ان الكل بيقولوا ان ريجي مات بسكتة قلبية، لكن لوسر بيكون شاكك ان ريجي اتقتل، خصوصا يعني انه لما مات محدش قدر يوصل للعدسة اللي كان دايما هو بيلبسها على عينه، وده بيخلي لوسر شاكك جدا انه اتقتل بشكل ما، واللي قتله خد العدسة دي. بس يعني دييجو مش بيقتنع بالكلام ده فبيعدي لوسر الموقف. في نفس الوقت ده كانت اليسون بتلف في الاكاديمية وبتستعيد ذكرياتها بتاعت الماضي، فبتفتكر دلوقتي اليسون في يوم ان هي واخواتها الستة كلهم راحوا لريجي عشان يعني يقعدوا معاه، لكن ريجي ما اهتمش بيهم اصلا ولا رد عليهم فسابوه ومشوا. ومن هنا بنعرف ان ريجي كان قاسي عليهم جدا وبيعاملهم بشكل وحش. والعلم ام اليسون والكل هي مش بشرية، بل يعني الام اللي كانت بتربيهم كان ريجي صانعها بنفسه وتعتبر يعني روبوت. المهم بنرجع من ذكرى الماضي وبنشوف دلوقتي ان فانيا كانت بتلف هنا وهناك في الاكاديميه لحد ما بتقابل القرد بوجو. والقرد بوجو بالمناسبه هو المساعد الشخصي لريجي، وهو قرد وبيتكلم عادي جدا زي البشر وبيلبس كمان زي البشر وكل حاجه زي البشر. المهم يعني ان بوجو بيتكلم هو وفانيا دلوقتي عن اخوها رقم 5 واللي اختفى من 16 سنه ومحدش يعرف عنه اي حاجه. وقتها بيعرف بوجو وفانيا انه حاسس بشكل ما ان رقم 5 لسه عايش. ليه حاسس كده؟ مش عارف. فالمهم بعد شويه بيجتمعوا الكل وبيتكلم لوسر معاهم وبيعرفهم انه شاكك ان ابوهم ريجي اتقتل ما ماتش موته طبيعيه، وشاكك ان اللي قتله واحد منهم. بمجرد ما قال لوسر الكلام ده بيزعلوا الكل جدا انه شاكك في حد فيهم، فبناء عليه الكل بيسيبوه وبيمشوا وكل واحد بيروح اوضته. بعد فتره مش طويله الكل بيسمعوا صوت رهيب زي صوت رعد، فبيخرجوا بره البيت يشوفوا فيه ايه، فبيتفاجئوا ببوابه زمنيه بتتفتح قدامهم بيخرج منها رقم 5 اللي قلنا انه اختفى. ولما بيكون رقم 5 شكله طفل بنفس الشكل اللي اختفى بيه زمان لما اختفى، كانه ما كبرش دقيقه واحده حتى. فالمول بيقعد رقم 5 مع الكل وبيعرفهم انه قدر يستخدم قدرته على الانتقال الاني، وقدر يوصل لنسخه من نفسه عايشه في كل الازمان،
النسخة دي كانت نسخته وهو طفل وعنده 13 سنة، وبيعرفهم رقم 5 انه لما اختفى زمان سافر للمستقبل وعرف معلومات خطيرة جدا، اهمها ان العالم هيتدمر تماما وهينتهي. بس رقم 5 مرضيش يقول اي معلومات اكتر من كده، ولا عرفهم حتى شاف بالظبط ايه في المستقبل اكتر من كده. بس طبعا الكل بيترعبوا من كل اللي سمعوه. ولكن عموما تاني يوم بيعملوا الكل جنازة لريجي، وبيكونوا في الجنازة دي الكل لوسر ودييجو واليسون وكلاوس ورقم 5 وفانيا وبوجو وحتى امهم الروبوت. وفي الجنازة بقى بيتكلم بوجو وبيقول كلمتين حلوين كده في حق ريجي، وبعد بيتكلم دييجو وبيقول ان عمره ما حب ريجي اصلا، انه كان شخص زبالة ومش بيحبهم ولا بيعاملهم كويس، لدرجة يعني انه حتى مرضيش يسميهم وكان بيندههم دايما بالارقام، واصلا اللي اطلقت عليهم اساميهم هي امهم الروبوت. فالوهيدة بيتعصب لوسر جدا من كلام دييجو، فبيطلب منه ان هو يسكت. فبالتالي على دييجو بيسأله هو ليه بيدافع عن ريجي، مع ان ريجي كان دايما بيتكسف منه بسبب ضخامته، وكان بيخليه حتى كمان دايما يعيش بعيد عن الكل. وقتها مش بيقدر لوسر يمسك نفسه، فبيتعارك مع دييجو، وبيفضل دييجو وقتاني يتعارك معاه لحد ما بيقدر دييجو يسيب لوسر في ايده بسكينة، وهنا بس بيوقفوا الكل القتال لان الموضوع كبر شوية، والكل دلوقتي بيمشوا من المكان. بعد اللي حصل ده بتاخد فانيا بعضها وبتروح، بعدها دييجو وكلاوس بيمشوا سوا هما كمان. وفي السكة على فكرة بيقف دييجو في مكان معين كده، وبينزل من العربية وبيطلع عدسة ابو ريجي وبيرميها في المكان ده، وبالتالي بنعرف ان العدسة اللي كان بيقول لوسر عنها هي مع دييجو، وبالتالي بنبدأ نشك ان بشكل ما دييجو ليه يد في قتل ريجي. عموما في نفس الوقت ده كان كلاوس قاعد في عربية دييجو وبيتكلم مع رقم 6 واللي اسمه بن، وبنعرف هنا ان بن مات من زمان، وحاليا بيتواصل كلاوس معاه روحيا، وقدام هنعرف بن مات ازاي. في الموجود بنسيب كل ده وبنروح لرقم 5 واللي حاليا بيروح يقعد في كافيه كده، وفجأة بيدخلوا عليه في الكافيه عصابة. بعدها قائد العصابة بيتكلم مع رقم 5 وبيعرفوا ان مديره عاوزه، فبنعرف هنا ان العصابة دول على علاقة بشكل ما برقم 5. بس رقم 5 ولا بيتهز، وبيبدأ يتعارك معهم وهو بيتنقل آنيا، وبيفضل يختفي من أماكن ويظهر في أماكن تانية ويقتل في العصابة لحد ما بيخلص عليهم كلهم. بعدها بيلاقي رقم 5 معاه جهاز تتبع كده، فبيعرف ان العصابه كانوا زارعين فيه شريحه تتبع، فبيعور نفسه وبيطلع الشريحه دي من ايده. بعد كده بيمشي من الكافيه خالص وبياخد بعضه بيروح لعند فانيا في بيتها. بيقعد هناك مع فانيا وبيتكلم معاها، وبيعرف انه جاي يقول لها حقيقه اللي شافه المستقبل، انها اكتر حد بيحب يتكلم معاها، وبيبدا يحكي لها وبيعرفها انه لما سافر للمستقبل ليه العالم كله متدمر تماما وكل البشر اتبادوا، لدرجه انه كان البشر الوحيد على كوكب الارض. وبيعرف رقم 5 انه ما يعرفش العالم انتهى ازاي ومين تسبب في كده، لكن كل يعرفه تاريخ نهايه العالم، والتاريخ ده بعد 8 ايام من النهارده. وطبعا هو بقى مش عارف يعمل ايه عشان يوقف الكارثه دي. بعد ما سمعت فانيا كل ده بتتصدم، والصدمه بتسكتها خالص. بس في المجمل بعد شويه بتسال هي رقم 5 هو ازاي اصلا قدر يسافر للمستقبل، فيبدا رقم 5 يحكي لها. بنرجع للماضي وبنشوف ان في مره كان رقم 5 قاعد مع اخواته وكمان ريجي، وكلهم بياكلوا وبيفطروا سوا. وسط كل ده عرف رقم 5 ريجي انه حاليا جاهز يستخدم قدرته في الانتقال الاني في انه يسافر بالزمن. بس ريجي عرفه ان السفر بالزمن ممكن يدمر عقله، وبالتالي مش هينفع يسافر. فاتضايق 5 وقتها وساب ريجي والكل وخرج بره البيت. وقتها بدا 5 يحاول يسافر بالزمن، وفعلا نجح في ده، وفضل ينتقل من زمن لزمن ومن زمن لزمن لحد ما قدر يوصل للمستقبل ولقى العالم كله متدمر. فلما وصل للمستقبل ولقى العالم متدمر حاول يرجع بالزمن تاني، بس قدرته على السفر بالزمن كانت ضعفت جدا، وفجأة ما قدرش يعمل حاجة. بعدها رجع للأكاديمية في العالم المتدمر ده، الأكاديمية بتاعت ريجي، فطبعا لقيها متدمرة زي كل العالم، ولكن فضل عايش هناك في المستقبل المظلم ده لوحده، لحد بعد مدة قدرته رجعت له تاني وقدر يجي للزمن عشان خاطر يشوف حل ويوقف كارثة السفر بالزمن. وبس بتخلص ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي، وبتقول فانيا لرقم 5 انه ممكن يكون العالم ما انتهاش ولا حاجة، وان عقله بس اتأثر بالسفر بالزمن وخلاه يتخيل الحاجات دي زي ما ريجي قال له ان ممكن عقله يتلحس. في اللحظة دي حاسة 5 ان فانيا مش مصدقاه، فسابها ومشى وهو متضايق. بعد كده راح 5 المستشفى كده لزرع الاعضاء، وهناك قابل مدير المستشفى اللي اسمه لانس. 5 طلب من لانس يعرف له مين صاحب عين صناعية كده معينة موجودة معاه، وبنعرف هنا ان 5 عاوز يعرف مين صاحب العين دي، لانه شاكك بنسبة كبيرة ان صاحب العين هو اللي ورا نهاية العالم، فعاوز يعني يعرف مين الشخص ده بحيث يوقفه. بس الدكتور لانس عرف رقم 5 ان الحاجات اللي هو عاوز يعرفها دي سرية جدا مش هيقدر يقول له عليها، فبيتضايق رقم 5 وبيمشي. في نفس الوقت ده بنشوف راجل وست اسمهم تشا وهيزل. حاليا تشا وهيزل بيوصلوا للفندق كده وبيطلعوا يقعدوا فيه، والمهم بيتكلموا سوا. فبنعرف من كلامهم ان تشا وهيزل بيشتغلوا مع منظمه غريبه، ومفروض ان رقم 5 كان شغال معاهم لكنه هرب منهم، وحاليا بيحاولوا يدوروا عليه بحيث يخلصوا عليه. والعلم بيكون معاهم صوره رقم 5 بس وهو عجوز، وبالتالي بنفهم انهم فاكرين ان رقم 5 بسبب سفره للمستقبل وكده عجز، بس ده يعني مش حقيقي تماما تماما.
المهم بعد شوية من كل ده وفي الكافيه اللي قتل رقم 5 العصابة فيه بيوصلوا الشرطة بقيادة محققة اسمها باتش بحيث يعني يحققوا في الجريمة اللي حصلت. وحاليا قعدت باتش مع أجنس العاملة في الكافيه وبتعرفها أجنس إن كان في كده طفل ورجل كبير قاعدين في الكافيه وقت ما العصابة دول وصلوا لهنا وحصل اللي حصل، وبنفهم من كلامهم يعني إن أجنس قصدها على الطفل رقم 5. المهم إن أجنس بتكمل وبتعرف باتش إن في أصلا محققين جم وحققوا معاها قبلها. استغرب باتش إن في محققين جم قبلها أصلا. فوقتها باتش بتبدأ تلف في المكان عشان تشوف مين اللي جه عمل نفسه محقق وحقق مع أجنس. فأثناء ما كانت باتش بتدور بتوصل لدييجو واللي كان مستخبي هنا في المكان، وبنعرف إن باتش تعرف دييجو كويس جدا لأنه زمان يعني كان بيشتغل ضابط معاه. المهم إن باتش بتسأله هو ليه حقق مع أجنس، فبيعرفها إنه حقق معاه عشان يعرف إيه اللي حصل ويحل مشكلة. فبتتعصب باتش وبتعرفه إنه مبقاش ضابط وبتقبض عليه حاليا بسبب اللي عمله. وعلى فكرة بنشوف إن في نفس الوقت ده هيزل وتشاف المكان هنا، وبنعرف انهم برضو حققوا مع اجنس وعرفوا ان كان في طفل وراجل عجوز في المكان، وانهم يعرفوش ان رقم 5 لسه طفل. بياخدوا بعضهم وبيروحوا يخطفوا الراجل العجوز اللي كان في الكافيه في نفس الوقت اللي كان رقم 5 قاعد فيه. المهم انهم بيلاقوا ان الراجل ده مش شبه الصوره بتاعت رقم 5 العجوز اللي معاهم، فبيعرفوا انه مش هو. وبيسالوا دلوقتي الراجل ده هل كان في حد غيره في الكافيه، فبيعرفهم الراجل ده ان كان في طفل صغير موجود. فبيستغربوا الكل وبيشكوا بشكل كبير ان الطفل ده هو رقم 5 وبيقرروا يدوروا عليه. على الجانب الاخر كان كلاوس قاعد في بيت ريجي وكان معتاد قاعد بيتكلم مع بين اخوه الميت. وفي الاثناء دي على فكره بيوصل بوغو وبيعرف كلاوس ان في صندوق مهم كده كان بتاع ريجي اتسرق من البيت، وبيكون بوغو شاكك ان كلاوس هو اللي سرقه. والعلم كلاوس هو اللي سرقه فعلا، ومصيبه ان رمى كل محتويات الصندوق في الزباله وبعد كمان الصندوق بمبلغ رمزي جدا وراح جاب الفلوس دي مخدرات. بس طبعا مش بيقول كل ده لبوغو وبيقول انه ما يعرفش مكان الصندوق. بيستغرب بوغو لكنه بيمشي. بعدها بيروح رقم 5 لكلاوس وبيطلب منه انه يعمل نفسه ابوه ويجي معاه مشوار مهم جدا لشركه زراعه الاعضاء عشان خاطر يحاولوا هناك يعرفوا العين الصناعيه اللي مع رقم 5 دي بتاعت مين. فبيوافق كلاوس لان رقم 5 وعده يعني انه هيدي له $20 مقابل الخدمه دي. وفعلا بيروحوا الاثنين لشركه زراعه الاعضاء وبيقابلوا مدير الشركه لانس وبيسالوا كلاوس دلوقتي عن صاحب العين، بس لانس مش بيرضى يقول. فبيبدا كلاوس يضرب رقم 5 ويضرب نفسه، وبيعرف لانس انه هيبلغ البوليس وهيقول لهم انه هو اللي ضربهم ويتحبس او يقول لهم دلوقتي العين دي بتاعت مين ويخلص. فبيوافق لانس وفعلا بيبدا يشوف العين دي بتاعت مين بالظبط، لكن المشكله انه لما بيبحث عن الرقم التسلسلي للعين بيكتشف ان العين دي لسه ما تمش صنعها اصلا وهتتصنع في المستقبل. وبيكون لانس مستغرب شويه رقم 5 جاب العين دي منين، بس رقم 5 مش بيهتم وبيمشي دلوقتي من المكان. بعدها بيسيب رقم 5 كلاوس وبيروح لمحل كده وبيوقف قدام مليكان هناك في المحل، وبنعرف ان رقم 5 لما سافر للمستقبل وما لقيش اي بشر كان عايش مع الملكان ده، وعشان كده جه للمحل هنا يشوفه. بس المشكلة ان في الوقت ده بيوصل عند رقم 5 هيزل وتشاه وبيبدأوا يضربوا عليه نار ويهاجموه. فبيفضل دلوقتي رقم 5 ينتقل آنيا ويضربهم وهكذا، وفي النهاية بيستخبى في مكان بعيد جدا وبيحاول ينتقل آنيا ويبعد خالص عن المكان، لكنه بيفشل وقوته مش بترضى تشتغل. فبيستخبى رقم 5 على أمل ان هيزل وتشاه ما يشوفوش، فعلا مش بيقدروا يشوفوه وبيسمعوا عربيات الشرطة جاية على المكان، فبياخدوا بعضهم وبيهربوا، وبيكون رقم 5 الحمد لله بخير. على الناحية التانية وفي الأثناء دي بتروح فانيا للأكاديمية عشان تقابل رقم 5 وتتكلم معاه، بس مش بتلاقيه بل بتلاقي بس أختها أليسن. وأليسن حاليا كانت بتتكلم في التليفون مع طليقها باتريك وبيطلب من باتريك يخليها تكلم بنتها كلير، بس باتريك بيرفض وبيقفل معاها. وبنعرف إن باتريك جوز أليسن هو اللي واخد الحضانة لبنتهم كلير، ومن وقتها وأليسن مش بتقدر تشوف بنتها. المهم إن أليسن بتصعب على فانيا بتوصيها، بس أليسن بتتكلم دلوقتي مع فانيا وحش وبتعرفها انها ما تعرفش حد ولا عمرها ممكن تحس بيها اصلا، فبالتالي ما ينفعش تديها اي نصايح. فبتتضايق فانيا وبتمشي. بتروح فانيا دلوقتي بيتها وبتقعد تعزف كالعاده، وبعد شويه بيجي لها شاب كده اسمه لينورد وبيعرفها انه جاي يتعلم الموسيقى منها لانها بالمناسبه شغاله معلمه موسيقى. فبترحب بيه فانيا وبتدخله دلوقتي وبتبدا تعلم لينورد ده ازاي يعزف على الكمان، وبيكون لينورد على فكره مبسوط جدا وبيفضل يتكلم هو وفانيا، وبنحس كده انهم بداوا يحبوا بعض. بنسيبهم عادي خالص وبنروح دلوقتي لأليسن، واللي حاليا بيجي لها بوجو بيوريها بوجو اوضه سريه في البيت وبيعرفها ان دي كانت اوضه ريجي، والاوضه دي كان بيراقب منها ريجي أليسن وكل اخواتها من خلال كاميرات سريه. وبيعرفها بوجو انها تقدر تقعد دلوقتي تشوف الافلام دي وتفتكر الماضي. بتوافق أليسن وبتعمل كده، واثناء ما هي بتشوف الفيديوهات دي بتشوف فيديو خطير بخصوص ابوها ريجي وموته، لكن احنا مش بنشوف هي شافت ايه بالظبط. بس في كل الاحوال بتقرر أليسن تعرف اخوها لوسر بخصوص الفيديو ده. على ذكر لوسر فبنشوف انه بيروح دلوقتي لصاله الملاكمه اللي دييجو عايش فيها، وبيفضل دلوقتي لوسر يسال صاحب الصاله عن دييجو وكان فين وقت موت ريجي، لان لوسر شاكك بنسبه كبيره ان دييجو هو اللي قتل ريجي. المهم ان العامل بيعرف لوسر ان دييجو كان هنا وقت موت ريجي، فبيصدقه لوسر وبيعرف كده ان اخوه مش القاتل.
على ذكر دييجو، فدييجو حاليا كان في القسم مع المحققة باتش، واللي بتعرفه انه حاليا يقدر يمشي من هنا بس لو اتدخل في شغلها تاني هتحبسه. بيوافق دييجو على كلامها وبيمشي. بيروح دلوقتي لصالة الملاكمة وبيقابل هناك لوسر في اوضته، وبيعتذر له دلوقتي لوسر انه كان شاكك فيه انه هو اللي قتل ريجي، فعادي جدا بيقبل دييجو الاعتذار. بعدها بيمشي لوسر. بيروح لوسر للأكاديمية وهناك بيقابل أليسن، ودلوقتي بتعرفه أليسن إنها عايزة توري له حاجة مهمة جدا بخصوص موت أبوهم، وبتكون هتاخده لغرفة المراقبة السرية عشان توري له الفيديو اللي شافته. بس قبل ما يعملوا كده بيوصل رقم 5 للمكان، وتكون طبعا آثار الضرب باينة عليه، فبيسأله لوسر ماله وإزاي يقدر يساعده، فبيعرفه رقم 5 إن للأسف محدش فيهم هيقدر يساعده. وبيبدأ بقى رقم 5 يفتكر شوية حاجات، فبنشوف إن رقم 5 لما سافر للمستقبل راح للأكاديمية يشوف إخواته. فطبعا كالعادة زي ما قلنا ليه الأكاديمية متدمرة زي العالم كله، ولوسر ميت هناك وفي ايده العين الصناعيه اللي حاليا بيحاول رقم 5 يعرف صاحبها. والفكره هنا ان رقم 5 شاف كل اخواته ميتين، دييجو واليسون وكلاوس، لكنه ما شافش فانيا ميته، بل شاف اخواته كلهم بدون فانيا. وبس بتنتهي الذكرى على كده، واللي بنعرف منها ان رقم 5 بيحاول يمنع الكارثه من انها تحصل عشان يحافظ على حياه اخواته اللي اتربى معاهم. عامه الناحيه الثانيه عند فانيا بنلاقيها بتوصل للمسرح اللي بتعزف فيه مع فرقه موسيقيه كده، وبيكون عزف فانيا مش قد كده قوي، ولكن لما بتخلص عزف بتتكلم مع واحده زميله ليها في الفرقه اسمها هيلين، وبتسال هيلين ازاي تحسن عزفها. فبتعرفها هيلين انها مش هيتحسن لانها مش موهوبه اصلا في العزف، وافضل حل ليها انها تسيب الموسيقى خالص. فبتتضايق جدا فانيا من الكلام ده ومش بتعلق عليه، وبتاخد بعضها وبتمشي. على الجانب الاخر كانت أليسن دلوقتي ولوسر قاعدين بيشوفوا الفيديو الغريب اللي أليسن بتقول عليه بخصوص يعني موت ابوهم، وبيشوفوا دلوقتي الكل في الفيديو ده ان ريجي في اخر لحظات حياته كانت امهم الروبوت واللي بنعرف ان اسمها جريس كانت معاه في نفس اللحظه دي وشافته وهو بيحتضر، وبالتالي عشان كده أليسن شكت فيها. وبرضه لوسر على فكره بيشك دلوقتي في امهم جريس، فبيروحوا أليسن ولوسر لجريس وبيحاولوا يفهموا منها كانت بتعمل ايه مع ريجي وقت موته، لكن جريس مش بتديهم اجابه مفيده، وده بيخليهم يشكوا اكتر. فبيقرروا يجمعوا كل اخواتهم ويبحثوا في الموضوع. بعد فتره من كل ده بنشوف ان فانيا بتروح لمحل كده بتاع انتيكات عشان تبيع فيه الكمان بتاعها، انها قررت خلاص تسمع كلام هيلين وما تعزفش تاني. بس بتتفاجئ دلوقتي فانيا ان صاحب المحل ده هو الشاب لينورد اللي بيتعلم الموسيقى عندها، فبتتحرج انها تبيع الكمان، وبتقعد تتكلم مع لينورد وبيعزمها دلوقتي لينورد ان هما يتعشوا سوا. فتوافق فانيا لانها زي ما قلنا بدات تحبه. بعد فترة مش طويلة بتوصل عندهم أليسن، وبتطلب دلوقتي من فانيا ان هي تيجي النهاردة الأكاديمية لان في موضوع مهم جدا لازم يتناشوا فيه بخصوص ابوهم. فتوافق فعلا فانيا وبيتفقوا. الناحية التانية كان رقم 5 واقف دلوقتي بيراقب المستشفى بتاعت لانس، انه عاوز يعرف مين هيجي بالظبط للشركة ويعمل العين الصناعية اللي معاه، لان الشخص ده هو سبب نهاية العالم زي ما قلنا. المهم انه وقت ما كان رقم 5 مستني بيجيله كلاوس ولوسر وبيطلبوا منه انه يجي النهاردة البيت بحيث يتناقشوا سوا في موضوع امهم، بس رقم 5 مش بيوافق لانه مش فاضي. فبيتضايق لوسر وبيمشي هو كلاوس من المكان، وبيسيبوا رقم 5 زي ما هو بيراقب المستشفى بتاع الدكتور لانس. وبعد على فكره فتره مش طويله بيلاقي دلوقتي دكتور لانس خارج من المستشفى وبيقابل شخص كده وبيدي الشخص ده حاجه وبياخد منه فلوس. فبيستغرب طبعا رقم 5 وبيبدا يتتبع لانس بحيث يفهم هو بيعمل ايه. في الاثناء دي ولكن في المتجر اللي تشا وهيزل ضربوا فيه نار على رقم 5 بنشوف ان الشرطه بيوصلوا هناك بقياده باتش، وكمان بيوصل عندهم دييجو اللي بدوره برضه بيفضل يسال باتش عن اللي حصل هنا، ورغم ان باتش مش حابه تقول له اي حاجه لانه بالظبط زي ما قلنا، الا انها دلوقتي بتقرر تعرفه يمكن يقدر يساعدها. فبتعرفه باتش ان هنا تم اطلاق نار، والغريب بقى ان فوارغ الرصاص بترجع للرصاص تم صناعته سنه 1963، وتكون باتش مش عارفه ليه مجرمين يستخدموا نوع الطلقات اللي زي ده وجابوه منين اصلا. وتعرفه باتش ان المكان ما فيهوش اي ضحايا، والمجرمين اللي كانوا بيضربوا نار كانوا لابسين ماسكات، فما قدرتش تعرف اي حاجه عنهم. وتعرفوا كمان انهم كانوا لابسين ماسكات على شكل دوم اطفال مرعبه. فبيستغرب طبعا دييجو لكنه بيقرر يبحث في الموضوع معاها. في المجمل بيجتمع بعد كده لوسر ودييجو واليسون وكلاوس وفانيا، وحاليا بيعرفهم لوسر انه شاكك جدا ان امهم هي اللي قتلت ابوهم، وبيوري دلوقتي الكل الفيديو بتاع امهم. فبيعرف دييجو لوسر ان امهم ما كانتش بتقتل ابوهم ولا اي حاجه، بل كانت معاه في الوقت ده عشان تاخد منه عدسته وتنضفه. بيركزوا الكل فعلا مع الفيديو وبيلاقوا ان كلام دييجو صح، بس لوسر بيستغرب وبيعرف دييجو ازاي امهم خدت العدسه من ابوهم ومع ذلك العدسه مالهاش وجود. بيعرفوا دييجو ان هو اللي خد العدسه من امه وتخلص منها لانه كان عارف كويس ان حاجه زي دي ممكن تخلي لوسر يشك في امهم زي ما حصل. رغم كل الكلام ده بقى يا صديقي مش بيقتنع لوسر، وبيكون عاوز يحقق مع امه او يعني يوقف عن العمل تماما لحد ما يفهموا هل هي اللي عملت كده في ابوهم ولا لا. بس دييجو الكل بيرفضوا الكلام ده لانهم بيحبوا امهم جريس بشكل مش طبيعي، وكالمعتاد بيسيبوا الكل لوسر وكل واحد بيروح لاوضته. في نفس الوقت ده ولكن في مكان تاني بنشوف ان هيزل وتشا بيروحوا لاجنس العامله في المحل اللي اتقتلوا فيه العصابه على ايد رقم 5 لو تفتكر. وحاليا هيزل وتشا بيسالوا اجنس عن الطفل اللي كان موجود هنا وقت ما العصابه هجمت على المكان،
بتعرفهم اجنس انها متعرفش مين الطفل ده، وكل اللي فاكراه بس عنه انه كان راسم على ايده وشم معين، وبترسم لهم اجنس الوشم ده واللي بيكون شكل شمسيه كده على اسم الاكاديميه، يعني امبريلا اكاديمي. لان العلم ريجي كان عامل لكل الوشم ده ما عدا يعني فانيا عشان ما كانش عندها قوه. في المجمل بعد ما عرفوا تشاو وهيزل المعلومات دي بيقدروا بسهوله يوصلوا للاكاديميه وبيدخلوها بحيث يلاقوا رقم 5. لكنهم مش بيلاقوا رقم 5 وبيجيلهم حاليا دييجو وبيفضل يتقاتل معاهم، فبيفضلوا يضربوا عليه نار. وقتها بقى بيسمعوا اليسون ولوسر صوت ضرب النار، فبيروحوا يساعدوا دييجو وبيدخلوا في معركه قويه جدا مع تشاو وهيزل. لكن تشاو وهيزل بيفضلوا يضربوا عليهم نار بجنون، فبسرعه بيهربوا الكل وبتروح تشاو عشان خاطر تتقاتل معاهم. اما هيزل فبيلاقوا قدامه دلوقتي فانيا، فبيروح يضربها وبيكون هيكمل عليها ويقتلها. بس قبل ما يعمل كده بيوصل لوسر، ورغم ضخامه لوسر وقوته الا ان هيزل بيكون قوي جدا وبيفضل يضرب في لوسر. وعلى الناحيه الثانيه تتقاتل اليسون ودييجو مع تشا وبيقدروا يزعلوها خالص، فبتمشي تشا من المكان. اما هيزل فبيقدر يزعل لوسر وبيسيب المكان وبيمشي. وقبل ما يمشوا من البيت خالص بقى بتوقع تشا النجفه كده في المكان، فالنجفه دي بتقع على لوسر وبتتسبب ان لوسر يقلع لبسه وبيظهر دلوقتي جسمه قدام اخواته لاول مره. وهنا بقى الكل بيتفاجئوا ان جسم لوسر شبه جسم الغوريلات، وده طبعا سبب قوته وضخامته انه شبه يعني كده اتهجن على غوريلا. بس لوسر مش بيتبسط ان اخواته شافوا شكل جسمه الحقيقي وبيكون محرج جدا، فبيسيبهم فورا وبيروح لغرفته. اما بقى دييجو واليسون فبيتكلموا دلوقتي مع فانيا وبيعرفوها انها مش قويه زيهم، فبالتالي يعني ما ينفعش تفضل معاهم هنا لانها هتتسبب لنفسها او ليهم بالخطر. فبتتهي دلوقتي فانيا منهم وبتودعهم وبتمشي من سكات. بتروح دلوقتي فانيا لبيت لينورد وبتقعد معاه لان مفيش يعني حد تقعد معاه خالص، لا اخواتها ولا غيرهم. المهم بتسيبها بقى في احزانها دي، وبنرجع مره تانية لدييجو واللي بيروح يطمن على امه جريس بعد المعركه اللي حصلت في الاكاديميه. بس المشكله بقى انه لما بيروح لجريس بيلاقي جريس تايهه كده وما تعرفش اصلا ان في معركه حصلت في البيت. وهنا بيعرف دييجو ان جريس خلاص عقلها، او خلينا يعني نقول كده ان برمجيتها انتهت ومبقتش قادره انها تعيش. وبالتالي بياخد دييجو خيار صعب جدا عشان يريحها، الا وهو انه بيوقفها عن العمل تماما. عامه بننتقل دلوقتي لتشاو وهيزل، واللي بنشوف انهم خاطفين كلاوس وحاليا موجود معاهم، وطبعا هيحاولوا من خلاله ان هم يوصلوا رقم 5، وهنشوف ازاي بس قدام. اما دلوقتي بقى فبنرجع للماضي كالمعتاد عشان نشوف حاجه مهمه جدا بخصوص لوسر. بنشوف في الماضي ان لوسر كان طبيعي وما كانش جسمه زي جسم الغوريلا ولا اي حاجه، وفي مره طلب منه ريجي انه يروح ينفذ مهمه معينه، فعلا راح لوسر ورجع لريجي وهو مصاب وبيحتضر. فبيحاول ريجي وقتها يعالجه بس بيفشل، وبالتالي بيضطر ريجي يستخدم مع لوسر مصل معين كده. وبعد كام يوم من كل ده رجع لوسر للحياه بسبب المصل ده، بس المصل ده خلى جسمه شبه جسم الغوريلات. بس تنتهي ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي. بنكون مع اليسون واللي بتروح دلوقتي لوسر وبتاخده وبيروحوا لامهم عشان يعني توري لوسر انها ماتت. وبتعرفوا اليسون انها شاكه جدا ان حد من الاثنين اللي اقتحموا البيت هو اللي عمل فيها كده. فوقتها بيقلق جدا لوسر وبيعرفها ان الاثنين دول خطيرين جدا وكانوا عاوزين يقتلوا رقم 5، فبالتالي لازم نجمع اخواتنا ونعرفهم اللي حصل لامنا، ونعرفهم كمان ان لازم نحمي رقم 5. بتوافق فعلا اليسون على كلامه وبيتفقوا على كده. بعد كده بتروح اليسون لبيت فانيا بحيث تعرفها اللي حصل، فمش بتلاقي فانيا خالص، وبتتفاجئ ان لينورد في الشقه. فبتستغرب وبتساله ليه دخلت الشقه وفانيا مش موجوده، فبيعرفها لينورد انه كان معدي جنب البيت، فقال يعني يطلع الحمام وكده كده مفتاح البيت معاه اصلا لان فانيا نسيته عنده. طبعا مش بتصدق اليسون العبط ده خالص، وبتاخد المفتاح منه وبتمشي. بعد كده بتروح للمسرح اللي بتعزف فيه فانيا وبتقابلها هناك. فاولا كده بتعرفها اليسون ان مبدئيا كده جريس امهم ماتت او يعني وقفت عن العمل، وبتعرفها كمان انها شافت لينورد في بيتها وانها مش مرتاحه له خالص وكل الكلام ده. في اللحظه دي مش بتقتنع فانيا بكلام اليسون لانها بقت تحب لينورد زي ما قلنا، ويعني مش بتصدق اي حاجه وحشه عليه. في كل الاحوال بتاخد فانيا اليسون وبيروح دلوقتي بيت فانيا، وهناك بتلاقي فانيا ان لينورد سايب لها بوكيه ورد في البيت، فبتفرح. وبتعرف اليسون دلوقتي ان لينورد كان جاي البيت بحيث يعني يسيب بوكيه الورد ده مش اكتر من كده. وقتها بتتصل فانيا بلينورد وبتشكره، ولينورد في الوقت ده على فكره كان معاه علبه دواء كده بيفضي الدواء اللي فيها، والعلم الدواء ده اصلا بتاع فانيا وبتتعب جدا جدا لو ما خدتهوش. فبنعرف ان كده لينورد كان بياخد الدواء ده من فانيا، ولسه ما نعرفش ليه بيعمل كده اصلا، بس واضح ان ليه اغراض مش تمام هنعرفها قدام. في نفس الوقت ده كان دييجو مع المحققه باتش. باتش بتعرفه دلوقتي انها لسه بتحاول توصل لهيزل وتشا، فبيعرفها دييجو انه بيدور عليهم برضه لانهم اقتحموا الاكاديميه وبيحاولوا دلوقتي يوصلوا رقم 5. وبيعرفها دييجو اي معلومه هيوصل لها هيبلغها على طول. بتوافق فعلا باتش. بعد كده بيروح دييجو للاكاديميه وبيقابل لوسر، وبيقرروا هما الاثنين يروحوا يدوروا على رقم 5. واول مكان بيروحوا له دلوقتي بيكون المستشفى بتاعه لانس، وهناك بيلاقوا العربيه بتاعه رقم 5 اللي بيقعد فيها دايما وبيراقب المستشفى. وبالتالي حاليا بيفتشوا العربيه دي وبيعرفوا منها ان رقم 5 بيروح لمكتبه كده قريبه للمكان، فبيقرروا يروحوها يشوفوا هناك. لكن العلم
رقم خمسة مش هناك لأن رقم خمسة حاليا بيروح لانس وبيثبته وبيطلب منه يقوله على العين الصناعية اللي معاه دي وإلا هيقتله. فبيعرفوا لانس إن العين اللي معاه دي هو صنعها بشكل غير شرعي وباعها لشخص معين، وبيعرفوا لانس إنه يقدر يجي معاه المستشفى ويشوف السجلات هناك ويعرفوا وقتها مين الشخص صاحب العين. فبيوافق رقم خمسة وبيتحركوا على هناك. في نفس الوقت ده كانوا تشا وهيزل لسه خاطفين كلاوس وبيفضلوا يعذبوا فيه ويسألوه على رقم خمسة. فبيتعب كلاوس من التعذيب وبالتالي بيعرفهم ان رقم خمسة دايما بيراقب مستشفى كده بتصنع اطراف صناعية وبيعرفهم كمان مكانها. فبيروح على المستشفى دي وحرفيا بيولعوا فيها وبيمشوا. بعد شوية بيوصل رقم خمسة عند المستشفى وبيلاقيها بتولع وبيحصل كمان فيها انفجار كبير بيحدفه لبعيد ومش بنعرف للأسف حصل له ايه. بس بعد شوية بنشوف ان دييجو ولوسر بيوصلوا للمكتبة الرقم خمسة دايما بيقعد فيها وبيلاقوه في المكتبة لكن بيكون شارب ومش شايف قدامه فبيشيلوه وبيمشوا. وطول الطريق بقى بيفضل دييجو يسأله مين الاتنين اللي بيدوروا عليه. فبيعرفوا رقم خمسة انهم اتنين عملاء اسمهم هيزل وتشا، لكن رقم خمسة مش بيقول لحد فيهم هما الاتنين دول بيدوروا عليه ليه. عموما يعني بيقرروا الكل ياخدوه معاهم لبيت دييجو بحيث يعرفوا منه لما يفوق كل حاجة. في نفس الوقت ده بتوصل باتش عند المستشفى اللي اتدمرت وبتلاقي قدام المستشفى عربية رقم خمسة وبتلاقي مكتوب كمان عليها احنا معانا شقيقك وجنب الجملة مكتوب عنوان فندق معين. في اللحظة دي بتدرك باتش ان الرسالة دي من هيزل وتشا وموجهة لرقم خمسة عشان يروح يقابلهم في الفندق. بتقرر تروح هي للفندق ده وتقبض عليهم. وفي الوقت ده على فكرة يا صديقي كانوا تشا وهيزل في الفندق مع كلاوس ومستنين رقم خمسة يوصل في اي وقت بحيث يخلصوا عليه. بس مش ده المهم، المهم فعلا ان في الوقت ده كلاوس بيبدا يتكلم مع ارواح من العالم الاخر وبيكون الارواح دي ارواح ناس كده هيزل وتشا قتلوهم. فبيستغل كلاوس الموضوع ده وبيفضل يحكي لتشا وهيزل جرائمهم بتفاصيلها الشديده. فبتجننوا هيزل وتشا وبيدخلوا دلوقتي الحمام يتكلموا مع بعض ويشوفوا كلاوس عارف الكلام ده كله منين. في الوقت ده بقى اللي هم فيه في الحمام بتوصل باتش عند كلاوس وبتفكه. فبسرعه بيهرب كلاوس من فتحه التهويه اللي في الاوضه وبيلاقي في فتحه التهويه دي شنطه بتاعت هيزل وتشا فبياخدها معاه وبيهرب من المكان. بعد كده بنشوف ان هيزل وتشا بيواجهوا باتش وبتقدر تشا للاسف تخلص عليها. بعدها بيكتشفوا هيزل وتشا ان كلاوس هربوا معاه شنطتهم واللي بتكون مهمه جدا جدا عندهم فبيخرجوا يدوروا عليه بسرعه. في نفس الوقت ده بنشوف ان كلاوس بيكون راكب اتوبيس عشان يعني يبعد عن هيزل وتشا قدر الامكان. ودلوقتي بقى بيفتح الشنطه بتاعتهم اللي سرقها ومجرد ما بيفتحها بيطلع منها اشعه غريبه وبيختفي كلاوس. ما نعرفش الصراحه هو راح فين او ايه اللي حصل له. بس بعد اللي حصل ده بنشوف ان دييجو حاليا بيوصل للفندق وبيلاقي باتش مقتوله فبيزعل جدا وبيقرر ينتقم من هيزل وتشا باي طريقه. تاني يوم بقى اخيرا بيفوق رقم خمسة فبيجي له لوسر وبيطلب منه ان هو يحكي له كل حاجه ويفهمه اللي حصل. بيكون رقم خمسة يحكي له كل حاجه لكنه مش بيلحق يعمل كده عشان بيوصل دييجو للمكان وبيتخانق معاه ان تشا وهيزل اللي بيدوروا عليه قتلوا صديقه عمره باتش. بس يعني دييجو مش بيعمل حاجه معينه رقم خمسة لان لوسر بيوقفه بياخد بعضه وبيمشي بحيث ينتقم من تشا وهيزل. بعد كده بيقعد لوسر مع رقم خمسة وبيطلب منه يحكي له كل حاجة. فبيبدأ بقى رقم خمسة يحكي وبيعرف لوسر انه لما سافر بالزمن لأول مرة وهو طفل قدر يوصل للمستقبل وعرف ان العالم هينتهي. وعرف كمان ان لوسر ودييجو وأليسون وكلاوس هيموتوا. وبيعرفه رقم خمسة ان لقي لوسر ميت وفي ايده العين الصناعية واللي عرف رقم خمسة منها بقى انها بتاعت الشخص اللي تسبب في نهاية العالم. وعشان كده بقى رجع للماضي بحيث يعرف مين الشخص ده. المهم ان رقم خمسة بيعرف لوسر انه لما سافر للمستقبل وهي العالم انتهى فضل عايش في عالم وحيد وبيحاول يرجع لزمنه بس فشل كتير جدا. ده غير ان البشر كانوا كلهم ماتوا وحرفيا كان في العالم لوحده وفضل عايش كده كتير جدا لحد ما عكس. وفي مره بقى جات لرقم خمسة ست كده اسمها ذا هاندلر. ذا هاندلر عرفت رقم خمسة انها من ضمن جماعه اسمها جماعه المجلس. وجماعه المجلس دول بيقدروا ان هم يسافروا بالزمن ويخلوا الزمن يمشي في مساره الطبيعي وما تحصلش اي حاجه كده ولا كده تغير مسار الزمن لان ده طبعا بيتسبب في كوارث. وقتها طلب منها رقم خمسة انها توقف نهايه العالم اللي حصلت هنا لكنها عرفته ان النهايه بتاعت العالم ضمن مسار الزمن وما ينفعش تغير هي اي حاجه فيه. لكن ذا هاندلر بقى عرفته انها هتديله دلوقتي اله تسمح له يسافر بالزمن وعايزه منه انه يشتغل معاها كعميل زي هيزل وتشا ويسافر بالزمن عشان ينفذ مهمات معينه هتحافظ على استقرار مسار الزمن. وفعلا وافق رقم خمسة وبدا يشتغل مع جماعه المجلس وكان شغال حاجه كده اشبه بقاتل ماجور. بيسافر من زمن لزمن يقتل شخصيات معينه عشان يحافظ على مسار الزمن لان الشخصيات دي كانت هتبوظ المسار. لحد ما في مره بقى قدر رقم خمسة ان هو يلاقي معادله يرجع بيها قوته ويسافر بالزمن بدون علم ذا هاندلر والمنظمه. وفعلا ده اللي عمله وسافر بالزمن لوقت قبل نهايه العالم عشان يوقف النهايه. لكن كان في غلطه في المعادله وعشان كده رجع لزمنه وهو في شكله الطفل الحالي زي ما احنا شايفين. وعرفوا رقم خمسة انه حاليا بيحاول بقى يوقف نهايه العالم دي عشان خاطر الناس كلها دي ما تموتش وبالاخص اخواته. طبعا بيتصدم لوسر من كل ده وفورا دلوقتي بيقرر يساعد اخوه. مهم بعد شويه بنشوف ان كلاوس بيرجع يظهر تاني في الوقت الحالي وبنعرف انه كان مسافر بالزمن لمده سنه
لكنها يعني عدت في زمنه الأصلي أكنها يوم واحد بس. وبيكون واضح إن كلاوس مر بتجربة صعبة جدا في رحلة السفر بالزمن، وأكبر دليل على كده إنه بمجرد رجوعه لزمنه دمر آلة الشنطة دي اللي كان واخدها من هيزل وتشا، واللي كان فيها أصلا آلة سفر بالزمن سفرته بالزمن زي ما قلنا. المهم بعد كده بيتقابل رقم 5 مع كلاوس، ومن النظرة الأولى ليه بيعرف على طول رقم 5 إن كلاوس سفر بالزمن، فبيسأله عمل إيه هناك، لكن كلاوس مش بيرضى يقول له أي حاجة وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيجي لوسر لرقم 5 وبيلاقي رقم 5 عمال يعمل حساباته كده، فبيسأل لوسر هو بيعمل إيه، فبيعرفه رقم 5 إنه كان بيحسب مجموعة من الاحتمالات، واكتشف إن من خلالها في 4 أشخاص كده لازم يتقتلوا والعالم ممكن ما ينتهيش. 4 أشخاص دول على فكرة ناس أبرياء ومعملوش أي حاجة غلط، لكنهم قدام ممكن يعملوا. وقتها بيرفض لوسر ان هو يعمل حاجه زي كده، ولازم يفكروا في طريقه تانية سوا يحلوا بيها المشاكل دي كلها. بيوافق رقم 5 على كلامه وبيقرر انه هيقابل تشاو وهيزل الاول بحيث يعرف من خلالهم يلاقي حل ازاي يوقف نهايه العالم. في اللحظه بيوافق لوسر على كلامه وبيقرر كمان يساعده. في نفس الوقت ده بتيجي رساله لتشاو وهيزل من رئيستها ذا هاندلر، واللي بتعرفهم دلوقتي ان آلة السفر بالزمن بتاعتهم تم بيها عمليه سفر بالزمن للماضي، فبيتجننوا الكل وبيقرروا يوصلوا لكلاوس باي شكل كان بحيث ياخدوا منه الاله دي ويخرجوا. وبيخرجوا فعلا دلوقتي يدوروا على كلاوس. في الوقت ده بيرجع دييجو الأكاديمية ياخد شوية أسلحة بحيث يروح يقاتل تشاو وهيزل، وهناك بيقابل كلاوس فبياخده معاه وبيروحوا للفندق اللي فيه هيزل وتشا عشان يحاربوهم سوا. في نفس الوقت ده كان هيزل وتشا في أوضتهم، وبتجيلهم دلوقتي رسالة من رقم 5 إنهم يقابلوه في مكان معين، فبيقرروا يروحوا يقابلوه. بس قبل ما يعملوا كده اتفاجئوا بكلاوس ودييجو عندهم، فبيعملوا خطة وبيقرروا إنهم يهربوا منهم. ومش بس كده، لا دول كمان بيبوظوا عربية كلاوس ودييجو عشان ما يعرفوش يتبعوهم. بعدها بيوصلوا هيزل وتشا لمكان معين وبيلاقوا رقم 5 ولوسر مستنيينهم. بيكون لوسر ماسك شنطه كده وبيعرفهم رقم 5 ان الشنطه دي فيها اله السفر بالزمن بتاعتهم، وانه عشان يديهم الشنطه دي لازم يخلوه يتواصل مع ذا هاندلر. فعلا بتواصل تشا مع ذا هاندلر وبتطلب منها يعني تيجي تقابل رقم 5. بس قبل ما ذا هاندلر توصل هو بيوصل لمكان دييجو وكلاوس، وبيكونوا معاهم عربيه وهيدخلوا بيها في تشا وهيزل بحيث يعني يقتلوهم. لكن قبل ما كل ده يحصل هوب بيلاقي رقم 5 الزمن كله ثبت، ما عدا هو بس اللي قادر يتحرك. وبتوصل دلوقتي ذا هاندلر بيطلب منها رقم 5 انها توقف نهايه العالم باي شكل كان، لكنها برضه بتعرفه ان ده مش هينفع. لكنها في الوقت ده برضه بتعرض عليه يرجع لها هي والمنظمه ويشتغل معاهم تاني، وفي المقابل هتخلي اخواته يعيشوا وما يموتوش في نهايه العالم. فبيوافق رقم 5 جدا، وبيتفقوا دلوقتي الكل على كل حاجه، وبتاخدوا ذا هاندلر وبيختفوا. فبنعرف كده انهم سافروا بالزمن. في اللحظة دي بقى الزمن اللي كان ثابت على كلاوس ودييجو ولوسر وتشا وهيزل بيرجع من جديد، وبيكون دييجو هيخبط هيزل وتشا لكنهم بيبعدوا عن العربية. بعد كده بيفضل لوسر يدور على رقم 5 هنا وهناك بس مش بيلاقيه، فمش بيهتم دلوقتي وبياخد اخواته كلاوس ودييجو وبيهربوا من المكان قبل ما هيزل وتشا يتعاركوا معاهم. بعيدا بقى عن كل الاكشن ده كله بنروح دلوقتي لأليسن. بنشوف ان أليسن بتروح لاختها فانيا تقعد معاها، فبتعرفها فانيا انها مش هتقدر تقعد لانها رايحة تقابل لينورد، فبتوافق أليسن على كلامها وبتمشي فانيا. اما أليسن فبتروح لمكتبه المدينه وبتفضل تبحث عن اي معلومات كده ولا كده عن لينورد، لانها يعني مش مطمنه له خالص. والشيء الغريب انها مش بتقدر تلاقي اي معلومات عن لينورد، وكانه حرفيا ظهر فجاه كده في العالم، وده اللي بيخلي أليسن تستغرب اكتر واكتر، وبتقرر بقى تنبه فانيا. على ذكر فانيا، ففانيا دلوقتي بتروح تقابل لينورد في مطعم كده، وبتتكلم فانيا معاه وبتعرفه انها مش لاقيه الادويه بتاعتها، ودي الادويه اللي هو سرقها طبعا، بس يعني مش بيقول لها كده، بل بيسال دلوقتي فانيا هل حالتها افضل بدون الادويه، فتعرفه ان حالتها افضل بكتير. فبيفرح لينورد جدا وبيطلب منها ما تاخدش الادويه دي تاني، بتوافق على كلامه. وبعد شويه على فكره بتروح فانيا لاختبار كده في فرقه موسيقيه، وبنشوف ان اثناء ما كانت فانيا بتعزف بتطلع منها قوه غريبه، القوه دي بتاثر على لجنه الحكام وبينبهروا جدا بعزف فانيا، فبيقرروا كمان يعينوها في الفرقه. بتفرح جدا فانيا في اللحظه دي، وطبعا ما تعرفش اي حاجه عن القوه الغامضه اللي كانت محوطاها في اللحظه دي. المهم بعد ما خلصت فانيا خدت بعضها وراحت لينورد بيته، وعرفته انها نجحت، ولاول مره بيعترفوا لبعض دلوقتي بحبهم. بس مش ده المهم، المهم فعلا ان في نفس الوقت ده بنشوف ان في مكان كده في بيت لينورد في كتاب. الكتاب ده المفروض انه كان بتاع ريجي ابو فانيا واخواتها، والعلم الكتاب ده اللي كان كلاوس في الاول رماه وخد الصندوق اللي كان الكتاب ده محطوط فيه عشان يبيعه. اهو الكتاب ده بشكل مش مفهوم وصل لينورد وما نعرفش بيعمل بيه ايه بالظبط، بس كالعاده هنعرف قدام. في الاثناء دي بقى ولكن في الاكاديميه بنشوف ان بوجو بيقدر يصلح جريس ويرجعها تاني للحياه، وبيسالها دلوقتي بوجو هل فاكره اللي حصل ولا لا، فبتأكد له انها فاكره كل حاجه، فبيحذرها بوجو تجيب سيره لاي حد. بتوافق جريس، وبرده كالعاده هنفهم قصدها ايه بعد شويه. تاني يوم بقى بيقعد لوسر مع أليسن ودييجو وكلاوس، فبيتكلم لوسر معاهم وبيعرفهم حاليا ان رقم 5 قبل ما يختفي عرفوا ان العالم هينتهي كمان كام يوم، وانهم بقى لازم يجتمعوا سوا عشان خاطر يوقفوا نهايه العالم دي. وبيعرفهم لوسر ان رقم 5 بلغوا برده ان لما العالم هينتهي هم الاربعه كده هيموتوا، وهم بيتحاربوا مع شخص ليه عين صناعيه
الشخص ده هو اصلا السبب في نهايه العالم، فلازم بقى يعملوا اي حاجه عشان يغيروا النهايه دي، وساعتها العالم مش هينتهي. طبعا في اللحظه دي الكل بيتفاجئوا جدا من المعلومات دي، وقبل ما اي حد يقول اي حاجه توصل عندهم فانيا ومعاها دلوقتي لينورد، وحاليا بتعرفهم فانيا انها جايه تقول لهم ان اول حفله ليها مع الفرقه اللي تعينت فيها بعد كام يوم، وبالتالي عاوزاهم كلهم يحضروا. بس فانيا دلوقتي لما بتشوفهم كده متجمعين بتسالهم متجمعين ليه، فبيعرفوا انهم متجمعين عشان حاجه مهمه وعائليه مش هينفع يقولوها قدامها. ساعتها بتتضايق فانيا جدا ان محدش فيهم اهتم اصلا ان هو يجيبها للاجتماع ده، وعشان كده دلوقتي بتاخد لينورد وبتمشي. لينورد بيعرف فانيا انه نسي على فكره الجاكيت بتاعه جوه، وهيرجع يجيبه يجي تاني، وبيرجع فعلا لكنه ما بيكونش راجع عشان الجاكيت، بل راجع يسرق تمثال كده موجود في البيت. في كل الاحوال بيمشوا لينورد وفانيا، واثناء ما هما ماشيين بتكون فانيا متعصبه جدا من اللي اخواتها بيعملوه معاها. واثناء ما هي متعصبه كده وبتتكلم بيلاحظ لينورد ان الطقس بيتغير على حسب حالتها المزاجيه، ومش بس كده ده بيلاقي كمان ان كل عمليه الاناره في الشارع بتتني كده، وكان في قوه غريبه خليتها تبقى بالشكل ده. في اللحظه دي على فكره بيفكر لينورد، وبعدها بيعرف فانيا ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده، وحرفيا قدرت تتحكم في كل حاجه موجوده في الشارع حتى الطقس باستخدام عقلها. بس فانيا بتعرف لينورد انها لا تملك اي قوه وهو بس فاهم غلط. بيعدي لينورد الموقف وبياخد دلوقتي فانيا لبيته، وبيفضل لينورد يقول لفانيا هناك انه حاسس انها عندها قوه غريبه وقويه كمان زي اخواتها ويمكن اكتر، وان ابوها ريجي كان مخبي عليها. بس فانيا مش بتقتنع بكلامه فبيسكت لينورد ومش بيجيب سيره الموضوع ده تاني. بعد شويه بقى بيسيب لينورد فانيا عشان يعني يروح يجيب حاجه، وهنا بالصدفه بتكتشف فانيا كتاب ابوها اللي عند لينورد. في اللحظه بتقرا فيه شويه بتعرف بقى انها عندها بجد قوه جباره جدا جدا، لدرجه ان ريجي كان خايف من قوتها دي زمان، فهمها انها ما عندهاش قوه، وكان دايما بيديها الادويه بتاعتها اللي بتاخدها حاليا دي لانها بتسيطر على قوتها ومش بتظهرها. وده السبب بقى يا صديقي اللي كان لينورد عشانه بيسرق ادويتها دي بحيث قوتها تظهر. طبعا بتكون فانيا مظلومه من كل ده ومش عارفه حرفيا تفرح ولا تزعل، فبنسيب بقى فانيا في حالها حاليا وبنروح بقى للوسر واخواته. بنشوف حاليا ان الكل بعد ما عرفوا ان العالم هينتهي اصابهم كلهم الاحباط، وقرروا انهم خلاص يعني مش هيعملوا اي حاجه تغير مصير نهايه العالم لانهم مش هيقدروا، وبيقرروا خلاص ان هم يروحوا يعيشوا الكام يوم اللي فاضل لهم دول في سعاده وخلاص يعني. فمثلا كلاوس دلوقتي بيطلب من دييجو انه يربطه لانه عاوز يبعد عن المخدرات ويستعيد وعيه في الايام اللي بقياله في العالم، فبيوافق دييجو فعلا وبيربط دلوقتي كلاوس وبيسيبه مربوط وبيكون ماشي. بس بصدفه بيقابل امه جريس وبيتفاجئ انها لسه عايشه، وبيسالها دلوقتي هي فاكره هي ماتت ازاي اصلا، فبتقول له جريس لا، فبيفرح دييجو لانها كده مش هتعرف اصلا ان هو اللي قتلها. بس المهم دلوقتي بنشوف لوسر ان هو قرر يقضي الايام اللي بقياله مع اليسن لانهم يعني قربوا لبعض وكان بينهم قصه حب زمان، وملحوظة على السريع قصه حب لانهم مش اخوات اخوات زي ما قلنا، هما بس يعني اتربوا سوا مش اكتر من كده. دلوقتي بقى بنسيب الكل يستمتعوا بالوقت اللي بقالهم بنهايه العالم، وبنروح لرقم 5. بنشوف ان رقم 5 حاليا بيكون مع ذا هاندلر وبتاخده لعام 1955، وبتاخدوا المبنى كده المفترض يعني ان المبنى ده بتاع جماعه المجلس اللي بيحاولوا يحافظوا على استقرار المسار الزمني زي ما سبق وشفناه. المهم ان ذا هاندلر بتبدا تعرف رقم 5 على الطريق بتاع الشغل، وبتعرفوا بقى ذا هاندلر ان في نوعين في الشغل في الجماعه بتوع المجلس، يا اما عملاء زي تشا وهايلز وكمان زي رقم 5 نفسه، يا اما بقى ناس بيشتغلوا هنا في المركز، ودور الناس دول اللي هنا يعني انهم يمسكوا قضايا معينه ويحاولوا من خلال القضايا دي انهم يحافظوا على المسار الزمني. ومش فارقه بقى يحافظوا ازاي، سواء يبعتوا رسائل او تعليمات للعملاء في الازمنه المختلفه، المهم ان هم يحافظوا عليه. وحاليا ذا هاندلر بيتعرف رقم 5 على بنت كده اسمها دوت، واللي تبقى مسؤوله عن قضايا نهايه العالم. المهم بتتواصل دلوقتي مع تشا وهايزل بحيث يعني توجههم للي يعملوه، وبتعرفوا دلوقتي ذا هاندلر كمان انه هيبدا يشتغل على قضيه من دلوقتي، ومفروض يعني انه بعد ما يوصل للتعليمات المناسبه اللي عاوزها يكتبها ويديها لواحده في المركز هنا اسمها جلوريا، بحيث هي تراجع التعليمات دي وتبعتها بعد كده للعملاء في الازمنه المختلفه. وبس بتسيب دلوقتي ذا هاندلر رقم 5 يشتغل على القضيه اللي معاها وبتمشي. بس مش ده المهم خالص، المهم فعلا ان رقم 5 بيستنى لما بتيجي استراحه الغداء، وبتخرج دلوقتي دوت وكل الموظفين يتغدوا، وبيستغل بقى رقم 5 الفرصه وبيسرق ملف قضيه دوت عشان يعني يشوف هيعمل ايه بحيث يوقف نهايه العالم. فبياخد الملف ده وبيروح الحمام بحيث يدرس الملف كويس، لكن بتجيله في الحمام ذا هاندلر، فبيوقف رقم 5 اللي بيعمله وبيروح يقعد مع ذا هاندلر في مكتبه. تفضل ذا هاندلر بقى تقول له على معلومات كتير في الشغل، ووسط ما هما بيتكلموا بتيجي دوت وبتكون عايزه دلوقتي ذا هاندلر، فبتطلب ذا هاندلر من رقم 5 ان هو يمشي، فبيمشي. بعد شويه بقى صديقي بيلاقي رقم 5 ان دوت خرجت من عند ذا هاندلر وراحت للست اللي اسمها جلوريا اللي بتبعت يعني الرسائل، وبتدي دلوقتي دوت لجلوريا رساله وبتطلب منها تبعتها ضروري لتشا وهايزل عشان خاطر ينفذوا مهمه معينه وينهوا العالم عشان خاطر الزمن يمشي في المسار الطبيعي. وبتاكد دلوقتي دوت على جلوريا انها تبعت الرساله دي حالا لان رقم 5 سرق ملف القضيه ممكن يحاول يوقف نهايه العالم. طبعا بتوافق جلوريا وبتاخد الرساله بحيث تبعتها،
وهنا بقى بيجي رقم 5 وبيضرب جلوريا، فبيغم عليها وبياخد الرساله دي وبيلاقي مكتوب فيها طلب من هايزل وتشا، والطلب ده باختصار انهم يحموا شخص كده اسمه هارولد. فبيعرف رقم 5 اخيرا ان هارولد ده هو السبب في نهايه العالم، وعشان كده منظمه عايزين يحموا. طبعا مش بيبعت رقم 5 الرساله دي نهائيا، وبيقرر ان هو يهرب بحيث ينقذ العالم. بس قبل ما يلحق يعمل كده بيجيله ذا هاندلر وبتفضل تضرب عليه نار، لكنه بيقدر يحذف عليها قنبله وتعيش انت. وبيحذف دلوقتي قنبله تانية في الموظفين وبيفجر المكان خالص في المبنى هنا. بعدها بيروح يسرق شنطه فيها اله السفر بالزمن وبيسافر بالزمن، وبالتحديد للوقت اللي كان لوسر عامل فيه اجتماع مع اليسون ودييجو وكلاوس عشان يعرفهم على نهايه العالم. فبيتكلم بقى رقم 5 معاهم حاليا وبيعرفهم انه عارف مين السبب في نهايه العالم، وهو شخص كده اسمه هارولد، ولازم يتعاونوا دلوقتي كلهم عشان يوصلوا لهارولد ده ويوقفوا نهايه العالم. بس لحظه واحده يا صديقي، انت ما جاش في بالك تسال مين هو رقم 1 ده؟ عشان نعرف السؤال ده يبقى هنرجع للماضي شويه، وبالتحديد يوم 1 اكتوبر 1989. وايوه ده اليوم اللي اتولد فيه لوسر واخواته اصلا، وكمان كل طفل من الاطفال الخارقين زي ما قلنا في بدايه الفيديو. المهم اننا بنشوف ان في اليوم ده بقى اتولد هارولد، لكنه اتولد بشكل طبيعي يعني من اب وام مش زي باقي الخارقين. المشكله بقى ان يوم ولاده هارولد ده امه ماتت، وبسبب كده ابوه بقى يكرهه بشكل لا يوصف وبقى يعامله وحش جدا. وعدت السنين بقى وكبر هارولد اكتر واكتر، وكان بيحب جدا امبريلا اكاديمي وكل الاطفال اللي فيها، وكان نفسه يهرب من حياته المأساوية مع ابوه وينضم ليهم. في مره بقى راح هارولد عند ريجي وطلب منه ان هو يتبناه زي باقي الاطفال، لانه اتولد في نفس اليوم بتاعهم واكيد يعني عنده قوه خارقه زيهم. بس ريجي ما اقتنعش بالكلام ده وفضل يتريق على هارولد قدام كل الناس، ويعرفوا كمان انه ما عندوش اي قوه. وبسبب كده بقى روح هارولد البيت وهو حزين جدا جدا، وجه بعد كده ابوه من الشغل وهزقه كالعاده لما شافه لابس لبس زي لبس الاطفال اللي موجودين في امبريلا اكاديمي. وكالعاده برضه ابو هارولد ضربه وطلب منه كمان يقلع اللبس ده، وامره كمان يجيب له ازازه مشروب كده يشرب منها. فعلا راح هارولد للمطبخ لكنه ما جابش مشروب، بل جاب شاكوش كده ونزل بيه على دماغ ابوه فقتله في الحال. وبس بعد اللي حصل ده اتحبس هارولد في السجن لمده 12 سنه، وخرج بقى وهو شاب كبير. وهو ما خرج وعارف ان ريجي مات، بدا يراقب كل الابناء اللي متبنيهم ريجي عشان يعني ينتقم منهم ومن العالم كله. وفي مره بقى هارولد لقى كلاوس بيسرق صندوق ريجي زي ما شفنا قبل كده، وبيرمي مذكرات ريجي اللي كانت في الصندوق، فراح هارولد وخدها بقى منه واحتفظ بيها. وايوه زي ما جه في بالك كده، هارولد هو لينورد. وبنفهم دلوقتي ان هارولد او لينورد ده يعني سرق المذكرات وعرف منها طبعا ان فانيا عندها قوه عظيمه جدا، بس ابوها كان مخبيها عليها، وبالتالي تقرب لفانيا عشان يعني خلال تحكم في قوتها وبعد كده يستخدمها لدمار العالم زي ما بيحلم. وبس بتنتهي هنا ذكريات الماضي، وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف حاليا ان رقم 5 كان لسه مع لوسر واخواته، وبيعرفهم بموضوع هارولد وانهم لازم يقضوا عليه لانه هيكون سبب في نهايه العالم. والعلم هارولد او يعني خلينا نقول لينورد على طول عشان اللخبطه دي، كان موجود يعني في الاكاديميه في الوقت ده وبيسمعهم. كان موجود في الاكاديميه لان زي ما قلت لك رقم 5 لما هرب من ذا هاندلر رجع للحظه اللي كان فيها لوسر والكل عاملين اجتماع. وطبعا في الوقت ده كان لينورد في البيت وبيسرق تمثال ريجي. فالمهم يعني ان رينولد بقى بيسمع الكلمتين دول وبياخد بعضه وبيمشي وبيروح لفانيا، واللي بتكون متعصبه جدا لان اخواتها ما اهتموش يضموها للاجتماع زي ما قلنا قبل كده. وبالتالي حاليا فانيا بتكون متعصبه وبتفضل تشتم على اخواتها، واثناء ما هي متعصبه بتستخدم قوتها غصب عنها وبتحرك العواميد بتاعه الاناره اللي في الشارع. ومن هنا بقى بيعرفها لينورد انها عندها قوه خارقه وانه هيساعدها على اكتشافها، فبتوافق فانيا على كلامه وهنشوف هيعملوا ايه ولكن قدام. اما دلوقتي بقى فبنرجع لرقم 5 واللي كان لسه زي ما هو مع لوسر ودييجو واليسون وكلاوس. وبعد ما عرفهم بقى بموضوع هارولد طلب منهم انهم ييجوا معاه عشان يدوروا على هارولد، فقرر دييجو واليسون ان هم يروحوا معاه. اما لوسر فرفض يعمل كده وعرفهم انه هيفضل في الاكاديميه يدور على التقرير اللي كان بيبعتها لابو ريجي وهو في الفضاء عادي، لان لوسر على فكره شاكك جدا ان التقارير دي فيها حاجه ليها علاقه بنهايه العالم، وعشان كده ابوه كان بيامره دايما يدور عليها عشان خاطر يجيبها له. فبيوافقوا الكل دلوقتي على كلامه، وبيقرر كلاوس ان هو يفضل مع لوسر، اما اليسون ودييجو ورقم 5 بيخرجوا يدوروا على لينورد. في الوقت ده بقى يا صديقي بيروح لوسر يشوف التقارير اللي كان بيبعتها لابوه من الفضاء، وهنا بيكتشف حاجه تزعل جدا، انه بيكتشف ان ريجي اصلا ما كانش بيفتح التقارير دي، وبالتالي فهم لوسر ان ابوه بعته الفضاء مش عشان يجمع التقارير مهمه زي ما كان مفهمه، بل بعته للفضاء لانه كان عاوز يعني يبعده عنه بعد ما تحول جسمه بالشكل الكبير ده وبقى جسمه جوريلا، انه ما كانش طبعا قادر يبص له وهو بالمنظر ده. وبسبب كده بقى بيزعل لوسر جدا وبيفضل يشرب، بس حاليا بيجي له كلاوس يهديه. بس لوسر مش بيهدى وبيطلب من كلاوس ان هو يديله مخدرات من بتاعته، بس كلاوس بيرفض جدا لانه مش عاوز ياذيه، فبيزعل لوسر وبيسيب الاكاديميه خالص وبيمشي. في الاثناء دي بيظهر لكلاوس اخوه بن اللي مات زمان، وبيطلب منه يعني انه يروح يدور على لوسر وينقذه بدل ما يعمل حاجه في نفسه.
بيبقى في كلاوس وبيخرج يدور على لوسر وبيفضل بقى يدور عليه لحد ما بيلاقي لوسر في ملهى ليلي كده وعمال يشرب وخارب الدنيا. وبيلاقي كلاوس كمان ان في واحد في المكان هنا مش مبسوط من لوسر نهائيا لانه بيتكلم مع صديقته. فالشاب ده بيكون رايح يضرب لوسر فبيسبقه كلاوس وبيضربه، وطبعا الشاب مش بيسكت لكلاوس وبيرد له الضرب، وبسبب كده بقى بيفقد كلاوس الوعي. ولما بيفقد كلاوس الوعي بيدخل لعالم الاموات وبيقدر هناك يقابل ريجي. ريجي يا سيدي عرف كلاوس بقى حاجه غريبه جدا، لانه عرف كلاوس ان هو اللي قتل نفسه وانه عمل كده عشان يعني كلهم يتجمعوا، لان ما كانش في حل يجمعهم بيه غير كده. وعرفوا ريجي ان نهايه العالم هتحصل ولكن هم بس اللي هيقدروا يوقفوها. وبيعرفوا ريجي كمان انه هيقول له حاجه مهمه جدا دلوقتي ولازم يفضل فاكرها كويس. بس قبل ما ريجي يقول الحاجه المهمه دي هوب بيفوق كلاوس وبيرجع للعالم الحقيقي. وحاليا بقى مش بيلاقي لوسر اصلا في المكان، فبيعرف انه مشى فبيخرج يدور عليه، وبالتالي بنسيبه وبنروح لدييجو رقم 5 واليسون واللي حاليا بيروح عند الاسم عشان يجيبوا ملف لينورد. بيخش دييجو دلوقتي الاسم وبيقابل ضابط صاحبه. الضابط ده عرف دييجو ان الشرطه شاكين ان هو اللي قتل باتش، وده بسبب ان بصماته كانت في مسرح الجريمه. فبيعرفوا دييجو انه ما عملش كده، وبيطلب منه بقى ان هو يديله ملف عن لينورد، فبيديله الضابط الملف ده. فبيروح بيه دييجو لاليسون ورقم 5، وتبص دلوقتي اليسون على الملف فتتفاجئ ان هارولد اللي هم بيدوروا عليه ده هو اصلا لينورد صديق فاني. فبسرعه بيروحوا عند بيت لينورد عشان خاطر ينقذوا فانيا منه ويوصلوا له كمان، لكن للاسف مش بيلاقوا فانيا ولا بيلاقوه. وفي الوقت ده بيبدا رقم 5 يتعب جدا، وبنكتشف هنا انه مصاب برصاصه من وقت معركته مع ذا هاندلر. وقتها بياخدوه كلهم اليسون ودييجو وبيروحوا بيه الاكاديميه وبيسيبوه بقى مع جريس عشان خاطر تعالجه. اما بقى دييجو واليسون فبيقرروا انهم يروحوا لبيت كده بتاع لينورد في مكان بعيد خالص عن المدينه، لانهم شاكين انه اكيد موجود هناك. بس قبل ما يروحوا في اي حته بيوصلوا الشرطه بحيث يقبضوا على دييجو في قضيه باتش. فبيطلب دييجو من اليسون ان هي تسيبه عادي وتروح هي تكمل تدوير ورا لينورد. اما بقى دييجو فبيتقبض عليه صديقي وبيترمي في السجن. وبتاخد دلوقتي اليسون عربيتها في نفس اللحظه وبتنطلق بقى لبيت لينورد. وبنشوف على فكره ان لينورد وفانيا فعلا في البيت، وحاليا بياخد لينورد فانيا عند البحيره وبيعرفها انها عندها قدره كبيره على استخدام عقلها في تحريك الاشياء والتحكم في اي شيء حواليها عامه. وبيطلب بقى لينورد من فانيا ان هي تركز حاليا وتحاول تحرك القارب اللي قدامهم في البحيره. فبتفضل فانيا تحاول بس برضه بتفشل. بيقرر لينورد ان هو ياخدها المكان كده يسهروا فيه شويه، يمكن حالتها المزاجيه تتحسن وتقدر تتحكم في قدراتها. وفعلا بياخدها لينورد للمكان ده وبيقضوا وقت لطيف شويه. بس المشكله انه وهم خارجين في كام شاب كده بيعاكسوا فانيا، فبيحاول لينورد يوقفهم فبيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه. وتكون فانيا على فكره هتتجنن على لينورد، وهنا بس بتقدر تستخدم قوتها وبتخرج قوه غريبه من جسمها. القوه دي بتحدف الشباب اللي بيضربوا لينورد اللي بعيد وحرفيا بتكسرهم خالص. وعلى طول بقى بتاخد لينورد للمستشفى، وبعد شويه بتدخل فانيا تطمن عليه. وهنا بقى بنكتشف ان عين لينورد طارت خالص. وايوه صديقي بالظبط كده، بالشكل ده هو هيجيب عين صناعيه مكان عينه اللي راحت دي، واللي كان رقم 5 بيقول انها هتكون بتاعه الشخص اللي هيدمر العالم. في الموجود بنسيب بقى كل ده شويه وبنروح حاليا لهايزل وتشا واللي نسيناهم خالص لو تفتكر. بنشوف ان هايزل وتشا بيجي لكل واحد فيهم رساله منفصله عن التاني. الرساله دي من جماعه المجلس، بيطلبوا منهم حرفيا في الرساله دي ان كل واحد فيهم يخلص على شريكه. يعني بيطلبوا من تشا يخلص على هايزل وبيطلبوا من هايزل يخلص على تشا. والعلم الرساله دي اللي بعتها اصلا لهايزل وتشا هو رقم 5. المهم بقى ان تشا بتاخد هايزل لغابه كده عشان تقتله، وبيكون هايزل مقرر يقتلها هناك على فكره، لكن اتنين مش بيردوا يعملوا كده وبيرجعوا للفندق اللي قاعدين فيه عادي خالص. وهناك بيسيب هايزل تشا في الفندق وبيروح هو الكافيه يقعد فيه. والعلم ده الكافيه بتاع الست اللي اسمها اجنس اللي اتكلمنا عنها في الاول لو تفتكر. وبنكتشف هنا ان هايزل بيحب اجنس اصلا، وبيقرر حاليا انه يعني يهرب مع اجنس دي ويعيشوا الكام يوم اللي باقيين في العالم هنا قبل ما ينتهي. واه يا صديقي كام يوم، لان العالم هينتهي حرفيا بعد كام يوم زي ما قلنا. الفكره بقى ان تشاف الوقت ده كانت بتراقب هايزل، ولما بتعرف ان هايزل بيحب واحده كده ومش بيهتم بالشغل بتاعهم خالص بتتغاظ جدا وبتقرر تقتله. بس بعد فتره من كل ده بنشوف ان هايزل بيكون قاعد في الاوتيل لوحده وبيقدر حاليا يلاقي الرساله المبعوثه لتشا، وللجماعه بيطلبوا فيها من تشا ان هي تقتل هايزل. فبيلاقي هايزل جدا وبيعرف كده ان تشا اكيد هتقتله لانها مش بتكسر كلام الجماعه نهائيا. وحاليا بقى بيلاقي هايزل تشا على فكره جايه على الفندق، فبسرعه بيستخبى. وبتدخل دلوقتي تشا للفندق بحيث تقتل هايزل، بس مش بتقتله، وبيجي هايزل من وراها وبيضربها على دماغها فبيغمى عليها. بعد شويه لما بتفوق تشا بتلاقي نفسها مربوطه وقدامها هايزل، وبيعرفها حاليا انه جاله رساله بقتلها زي ما جات لها هي التانيه رساله بقتله بالظبط، لكنه مش هيقدر يعمل كده. وبيعرفها هايزل انه هيتجوز اجنس وهيعيشوا مع بعض ومش عاوز يشوفها تاني، وهو مش هيقتلها ولا هيتقرب له. طبعا بتتعصب تشا وبتقول له اقتلني، لان لو فضلت عايشه هقتلك انت واجنس. بس هايزل مش بيسمعها اصلا وبيسيب المكان وبيمشي بحيث يروح لاجنس ويقضي معاها الكام يوم دول ويتجوزوا. وفعلا
تاني يوم على طول بنشوف ان هايزن مع اجنس واتجوزوا خلاص، ماشيين كمان في طريقهم حاليا لمكان كده يقضوا فيه الوقت الحالي المتبقي لهم قبل ما العالم ينتهي. لكن هايزل كان متاكد على فكره ان اكيد تشا هتيجي تقتلهم، وبالتالي بياخد هايزل اجنس لمكان كده تقعد فيه، وبيعرفها انه هيروح يخلص حاجه مهمه وهيجي لها تاني، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بنشوف ان تشا قدرت تفك نفسها على فكره، وحاليا كانت قدام مطعم اجنس، وبتعرف ان المطعم قفل بس مش بتهتم خالص، وبتدخل المطعم وبتفضل تفتش فيه لحد ما بتلاقي خريطه متحدده عليها كده اماكن معينه، فبتعرف ان هايزل واجنس هيروحوا لهناك، فبالتالي بتاخد على طول بعضها وبتتحرك على المكان ده بحيث تقتل هايزل واجنس. في نفس الوقت على فكره كان دييجو لسه محبوس في السجن، لكن يعني في ضابط صاحبه بيهربوا من هناك. بعد شويه بقى من كل ده بنشوف ان لوسر وكلاوس ورقم 5 قاعدين سوا، وعلى فكره رقم 5 بقى كويس خلاص، بيعرفهم حاليا كلاوس انه قدر يتواصل مع ابوه في العالم الاخر، وعرف ان هو اللي قتل نفسه عشان خاطر يجمعهم ويحموا العالم. بس بيعرفهم برضو كلاوس ان ابوهم كان هيقول له حاجه مهمه تحل الموضوع، لكنه ملحقش. في اللحظه دي مش بيصدقوا لوسر ورقم 5 ان ابوهم قتل نفسه اصلا، بس بيجي لهم دلوقتي بوجو وبياكد دلوقتي على كلام كلاوس وان هو وجريس كمان ساعدوا ريجا على قتل نفسه، وده على فكره اصلا السر اللي كان بوجو بيقوله لجريس ان هي ما تقولهوش لاي حد. في كل الاحوال كل ده مش بيفرق مع لوسر في اي حاجه، وبيعرفهم انه بيكره ابوه من وقت ما عرف انه بعته للفضاء بلا اي سبب، وبالتالي بيعرفهم لوسر انه مش مهتم خلاص يعرف عن ابوه ولا نهايه العالم ولا الكلام الفارغ ده، وبيسيبهم دلوقتي وبيمشي. لكن مش بيعد وقت طويل وبيوصل دييجو عند كلاوس ورقم 5، وبيعرفهم دلوقتي ان اليسن بتتتبع لينورد لوحدها وانهم لازم دلوقتي يروحوا يحموها ويساعدوها. في اللحظه بيتصدموا الكل وبيروحوا الاول يدوروا على لوسر بحيث يجي هو التاني معاهم ويساعدهم، وفعلا ما عداش وقت طويل وقدروا يوصلوا له، فخدوه فورا وبداوا يتحركوا على بيت لينورد اللي بره المدينه خالص زي ما قلنا. على ذكر لينورد بقى، فبنشوف ان لينورد حاليا بيكون خارج من المستشفى هو وفانيا، واثناء ما هم خارجين جت ممرضه تتكلم معاهم وعرفتهم بقى ان الخناقه اللي حصلت امبارح بين لينورد وكم شاب تاني كده قدام الحانه ماتوا فيها كل الشباب اللي اتخانقوا مع لينورد ما عدا واحد بس في حاله حرجه ودخل حاليا العنايه المركزه. في الوقت ده بتتصدم فانيا من مدى قوتها انها قدرت تقتل كام واحد بمجرد انها بس خرجت طاقه صغيره خالص من جسمها. في كل الاحوال بعد شويه بيروح لينورد وفانيا للبيت، وبيفضل لينورد هناك يعلم فانيا ازاي تتحكم في قوتها كالعاده وازاي تقدر تحرك الاشياء بمزاجها عن بعد. وطبعا طبعا بيكون لينورد معتمد على مذكرات ريجي وبيعلم دلوقتي فانيا من خلالها. في نفس الوقت على فكره بنشوف ان اليسن كانت ماشيه في طريقها ورايحه لبيت لينورد، فبالصدفه بتتفاجئ بالشرطه مقفله المكان قبل بيت لينورد، فبتنزل بقى تسال الظابط في ايه بالظبط. فبيعرف الظابط اليسن ان في حادثه غريبه حصلت في المكان ده امبارح، في شاب كده اتخانق مع كام واحد تانيين وقدر ان هو يستخدم قوه غريبه ويقتلهم. وصديقي الظباط دلوقتي بيقولوا شاب لان كل الناس فاكرين لينورد اللي عمل كده مش فانيا اصلا. مهم ان الظابط بيكون عارف اليسن اصلا انها ممثله مشهوره زي ما قلنا، وبالتالي بتطلب اليسن من الظابط انها تروح معاه للمستشفى اللي هيقابل فيها هناك واحد من الناس المصابين في الخناقه، بحيث اليسن تساله مين اللي اتخانق معاها، هل لينورد ولا مين، وتساله كمان عن فانيا. وبالفعل بتروح دلوقتي اليسن للمستشفى وبتقابل الشخص المصاب في الخناقه واللي هو الوحيد اصلا اللي عاش زي ما قلنا. بتساله اليسن بقى هو ايه اللي حصل امبارح بالظبط، فبيعرفوا الراجل ده ان في شاب اسمه لينورد جه اتفق معاه هو واصحابه انهم يجوا يضربوه قدام البنت اللي بيحبها، لكن واضح كده انه استخدم قوه غريبه عليهم وخلص عليهم وده كان عكس الاتفاق. وهنا بقى يا صديقي بنفهم ان لينورد عمل الخناقه دي امبارح عشان اصلا يحفز القوه اللي عند فانيا ويخلي قوتها تظهر. في كل الاحوال بتكون اليسن دلوقتي عرفت كل اللي هي عايزاه، فبتسيب الشاب ده وبتروح لبيت لينورد، والعلم مش بتلاقي لينورد هناك خالص، بل بتلاقي فانيا بس اللي كانت بتتدرب على العزف. وحاليا فانيا عرفت اليسن انها عندها قوه خارقه وهي التحريك الذهني والتحكم في اي شيء عن بعد وحاجات تانيه هي لسه مش عارفاها. في اللحظه دي بتبارك لها اليسن على قوتها وبتبدا بقى تحكي لفانيا كل حاجه بخصوص لينورد وانه هيكون هو السبب في نهايه العالم، ده غير انه قاتل وقتل ابوه وكل الحاجات دي كلها. بس يا صديقي فانيا مش بتصدق كلام اليسن، وبتكون شايفه اليسن دلوقتي ان هي جايه تضايقها وخلاص مش اكتر من كده. وبتفضل بقى فانيا تتكلم مع اليسن وتحكي لها انها كانت بتكره ابوها ريجي اصلا وانها مش عارفه ازاي ريجي اقنعها انها لا تملك قوه خارقه. ومجرد بقى ما قالت فانيا كده بتبدا اليسن تفتكر الماضي، وبشوف ان في مره ريجي جاب اليسن لعند فانيا وطلب من اليسن ان هي تتحكم في عقل فانيا وتقنعها انها ما عندهاش قوه خارقه، فعملت اليسن كده للاسف وهي ما كانتش فاهمه ليه ريجي بيعمل كده. بس على ان فهمت اليسن فانيا ان ريجي خاف جدا من قوتها زمان، فقرر هو يستعين بقوه اليسن بحيث تقنع فانيا انها بنت عاديه ولا تملك اي قوه. يعني بمعنى اخر اليسن هي السبب في ان فانيا تفتكر نفسها بلا قوه، وده بقى اللي بيعصب فانيا جدا جدا، وبتفضل تزعق لاليسن وتقول لها انت دمرتي حياتي. وبسبب بقى يا صديقي ان فانيا حزينه ومتعصبه بتبدا تستخدم قوتها وتحرك كل حاجه في المكان، فبتقلق اليسن ان فانيا تقتلها، فبتقرر تستخدم قوتها وتنسي فانيا انها عندها قوه. ولما بتيجي اليسن تقول كده عشان توقف فانيا بتتعصب اكتر،
وبتحاول تسكت أليسون، فبالغلط بتقتلها في مشهد صادم جدا وحزين، وهم بقى بتوع أليسون على الأرض ميتة. ساعتها بقى بتفضل فانيا تعيط جدا وهي مش مصدقة نهائيا اللي عملته في أختها. وفي اللحظة دي بيوصل لينورد عند فانيا، ولما بيلاقي اللي حصل ده بياخد فانيا فورا وبيهربوا من المكان. في اللحظة دي بنلاقي على فكرة إن المريض اللي راحت أليسون تتكلم معاه مرمي في مكان كده جنب البيت وميت، وده معناه إن لينورد راح أصلا يقتله بحيث ما يفضحوش. عموما مش بيعدوا وقت كتير يا صديقي على كل ده، وبيوصلوا دييجو ولوسر ورقم 5 وكلاوس لبيت لينورد، وبيدخلوا البيت دلوقتي فبيتصدموا ان أليسون مقتوله هناك. واكتر حد بيزعل جدا على أليسون بيكون لوسر، لانه كان بيحبها جدا زي ما قلنا، وبيفضل لوسر بقى يحضنه وهو بيعيط ومش عارف يعمل ايه. بس الحزن ده مش بيستمر كتير، لان لوسر والكل بياخدوا حاليا أليسون الاكاديميه، هناك بقى بتحاول جريس تعالجها، لان فعليا أليسون لسه ما ماتتش، لسه فيها الروح بس بتلفظ انفاسها الاخيره. وبيقرر دلوقتي لوسر انه هيفضل قاعد مع أليسون لحد ما تبقى بخير. اما دييجو ورقم 5 وكلاوس بيقرر ان هم يخرجوا من هنا ويكملوا تدوير على لينورد. على ذكر لينورد بنشوف ان هو وفانيا بعد ما هربوا راحوا بيت كده تبع لينورد يستخبوا فيه، وحاليا عرف لينورد فانيا انهم مش هينفع يقعدوا في البيت ده كتير، وحاليا لازم يجمعوا اي حاجه يحتاجوها بحيث يهربوا لمكان بعيد ومحدش يقدر يوصل لهم. بتوافق فانيا وبتبدا بقى تلم حاجتها، وبالصدفه بتشوف مذكرات ريجي وسط حاجه لينورد، وبتفهم كده ان لينورد كان بيستخدم اللي في المذكرات دي عشان يحفز قوته. وحاليا بقى بتتكلم فانيا مع لينورد وبتواجهه بكل اللي عرفته، والاخ لينورد مش بينفع على فكره اي حاجه، بل بيقول لفانيا انه عمل كل ده لمصلحتها عشان اخواتها يبطلوا يشوفوها قليله. فبتتعصب فانيا وبتقول له بس انا اخواتي ما كانوش بيشوفوني قليله او ضعيفه. في اللحظه دي لينورد ولا كانه سمع حاجه، وبيفضل يقول لفانيا انه واضح كده انها ضعيفه زي ما ريجي واخواتها كانوا مقتنعين، وبيفضل يعني يتريق شويه عليها. وده بقى اللي مش بتقدر فانيا تستحمله، فبتستخدم قوتها وبتطير لينورد في الهواء. بعد كده بتبدا تتحكم في كل حاجه موجوده في البيت، وبتفضل تضرب لينورد بكميه سكاكين، فبيموت لينورد في مشهد صادم وغريب، وبتسيب فانيا المكان وبتهرب. بعد وقت بقى مش طويل بيوصل كلاوس ورقم 5 ودييجو لهنا، وبيكتشفوا ان لينورد مات، وساعتها بيجيب رقم 5 الى عين اللي معاه وبيستخدمها على عين لينورد، فبيلاقيهم متطابقين جدا. فبيفرح رقم 5 وبيعرفهم دلوقتي ان ده الشخص اللي كان هيتسبب في نهايه العالم، وشكله كده مات، وده معناه تقريبا ان مفيش نهايه عالم هتحصل. بيفرحوا الكل وبيرجعوا بقى الاكاديميه، ومجرد بقى ما بيرجعوا بيعرف دييجو الكل انه هيجهز اسلحته وهيروح يطارد شا وهايزل، بحيث يعني يثبت براءته، لان كده خلاص مفيش نهايه عالم ولازم يثبت براءته، وبيسيبهم دلوقتي وبيروح يجهز نفسه. وعلى فكره بيقعد دلوقتي رقم 5 مع نفسه ويشرب حاجه كده ومش بيعدي دقيقه حرفيا، وبيوصل عنده هايزل، وبيكون هايزل جاي عشان يتكلم مع رقم 5، بس قبل ما يعمل كده بيوصل دييجو وبيفضل يتعارك مع هايزل وبينزل فيه ضرب، وحتى مش بيديله فرصه يتكلم نهائيا. فبالتالي بيضرب رقم 5 دييجو فبيغمى عليه، وبيقعد بقى رقم 5 يتكلم مع هايزل. بيعرفوا هايزل انه زهق من الشغل مع جماعه المجلس وقرر خلاص يستقيل، وبيعرفوا بقى ان هو جاي له ينضم ليه بحيث يوقفوا نهايه العالم عشان يقدر يعيش مع اجنس براحته. في اللحظه دي بيفاجئ رقم 5 ان نهايه العالم خلاص مش هتتم، لانهم خلصوا الموضوع كله. فبيفرح هايزل وبيودع رقم 5 وبيمشي. المهم دلوقتي بيرجع هايزل على الفندق اللي فيه اجنس، فبيتفاجئ ان تشا معاها، وبتكون تشا رابطه اجنس في كرسي كده، وبيكون تحتها حوض مليان مواد حارقه بحيث يعني ترميها فيه وتموت، وده طبعا اللي مش هيرضى بيه هايزل. فبيبدا يتعارك مع تشا بكل قوه، ووسط كل اللي بيحصل ده بتزق تشا الكرسي بتاع اجنس عشان تقع في الحمض، لكن قبل ما تقع اجنس في الحمض بيوقف الزمن، وبتوصل زهاندلر وبتكون هي اللي وقفت الزمن. وحاليا زهاندلر بتعرفهم انها عايزاهم في حاجه مهمه، واللي مش بنعرفها يا صديقي ولكن اكيد هنعرفها قدام. واه زهاندلر دلوقتي بنكتشف هنا انها عايشه مش ميته ولا اي حاجه. على العموم بنرجع للوسر اللي كان قاعد دلوقتي مع أليسون، واخيرا بتفوق أليسون وبتكون كويسه شويه، لكنها بتكون مش قادره تتكلم بسبب القطع اللي حصل لها في رقبتها. مهم يعني ان أليسون حاليا بتكتب للوسر عن فانيا وقدراتها الخارقه وانها خطيره جدا، فبيستغرب لوسر وما بيكونش فاهم اي حاجه خالص، لكن بيجي بوجو في اللحظه دي وبيبدا بقى يحكي لوسر عن القوه الكبيره بتاعت فانيا واللي هو يعرفها جدا، وبيقول لهم كمان برضو ان ابوه ريجي حاول يسيطر على القوه دي فما نجحش، وبالتالي قرر يوهم فانيا انها ما عندهاش قوه اصلا عشان تنساه. طبعا لوسر بيكون مصدوم جدا ومش فاهم اي حاجه، ولكن المهم بعد شويه بقى بتوصل لمكان فانيا، واللي بتكون جايه تعرف اخواتها انها قتلت أليسون بالغلط. وحاليا بيجي لفانيا اخوها لوسر واللي بيعمل نفسه يعني بيحضنها، وبيفضل يضغط عليها جامد لحد ما بيغمى عليها. بعد كده بياخدها لوسر بقى وبيحبسها في اوضه كده معزوله عشان ما تستخدمش قوتها، وبتبدا بقى فانيا تتحايل عليه ان هو يخرجها لكنه مش بيرضى. وبيجي كمان كلاوس ودييجو وبيطلبوا منه ان هو يخرجها، لكن لوسر بيرفض لانه عارف قد ايه هي خطيره، لدرجه ان بتيجي دلوقتي أليسون نفسها وبتطلب منه يخرجها، بس برضه لوسر بيرفض. وللاسف بيسيبوا دلوقتي الكل غصب عنهم فانيا في حبسها. واثناء ما على فكره فانيا كانت في حبسها بتظهر قدامها نفسها وهي صغيره، وبتقول لها انها لازم تستخدم قوتها وتدمر حبسها ده، وتتعامل بعد كده مع اخواتها اللي دايما شايفينها اضعف مما يمكن واقل منهم. والكلام ده بقى بيخلي فانيا تتعصب اكتر واكتر،
فبتستخدم قوتها وبتقدر بجد تدمر السجن بالكامل. ومن اللحظة دي بنبدأ نشوف إن فانيا اتجننت تماما وبتبدأ تلف في الأكاديمية وبتفضل تفتكر ذكرياتها بقى سيئة جدا جدا مع أبوها وإخواتها واللي ما كانوش بيحبوها تماما لأنها طبعا ما كانتش مميزة ولا عندها قوة زيهم. وبتكون فانيا متعصبة جدا فبتفضل تلف في البيت وتدمر فيه حتة حتة. ولما بيشوفوا دلوقتي كل اللي بيحصل ده بياخد لوسر أليسون وبيهربوا. وبرضه على فكره بنشوف ان كلاوس ودييجو بيكونوا دلوقتي هيهربوا، بس قبل ما يعملوا كده بيبدا المكان ينهار، بيكون في حجر كده هيقع على دييجو ويقتله. بس في اللحظه دي بقى بن اللي دايما كلاوس بيتخيله بيتدخل وبيقدر يشد دييجو وبينجح في ده. في اللحظه دي بيفهموا كلاوس وبن ان قدرات كلاوس اكبر بكتير جدا من انه يتواصل مع الارواح، لا ده بيقدر يخلي الارواح يستخدموا قوتهم زي ما حصل دلوقتي. في المجمل بياخد بقى كلاوس دييجو وبيهربوا من البيت قبل ما يتدمر. اما فانيا فبيجي لها دلوقتي بوجو وبيحاول يوقفها عن اللي بتعمله ده، لكنها مش بتهتم وبتستخدم قوتها وبتحدفه على حديده فبيموت. وبتمشي بعد كده خالص من الاكاديميه بعد ما دمرتها تماما. بعد اللي حصل ده بنشوف ان اليسون ودييجو وكلاوس ولوسر بيتجمعوا سوا وبيكونوش عارفين ازاي يتصرفوا مع فانيا. وقبل ما يعملوا اي حاجه اصلا بيوصل عندهم رقم 5 وبيعرفهم بقى ان الاكاديميه اتدمرت تماما، وده معناه ان العالم بجد لسه هيتدمر. وبيعرفهم رقم 5 انه ادرك حاليا ان فانيا هتكون هي سبب دمار العالم مش لينورد. لينورد بس كان مجرد الحافز ليها مش اكتر. والمجلس على فكره كان عاوز يحافظ على حياه لينورد عشان خاطر يقدر يعرف فانيا قدراتها اللي هي وقتها لما تدرك انها قويه مش هتستخدمها ولا هتتسبب في نهايه العالم، وبالتالي هم حاليا لازم يوقفوا فانيا باي شكل. طبعا بيتصدموا الكل من كل اللي بيحصل ده وبيروحوا المكان كده يتكلموا فيه. وبعد تفكير بيتوصلوا ان فانيا النهارده هتبدا تدمير العالم لما تروح للمسرح، انها عندها حفله هناك هتعزف فيها وهتستخدم المكان ده مخصوص عشان تدمر العالم، لانها قوتها بتزيد جدا جدا لما بتعزف على الكمان بتاعها. وفعلا خلاص بيقرروا الكل انهم هيروحوا على المسرح بحيث يوقفوا فاني. بس قبل بقى ما يروحوا لاي حته بيلاقي رقم 5 رساله بتوصل له في المكان هنا من ذا هاندلر، فبيعرف رقم 5 منها انها كانت بتتبعه وتعرف مكانه. بتكون على فكره ذا هاندلر عاوزه تقابله وبتعرفه في الرساله مكان يتقابلوا فيه، فبيسيب رقم 5 اصحابه وبيروح دلوقتي عشان يقابل ذا هاندلر. عزك ذا هاندلر فبنشوف حاليا انها قاعده مع تشا وهايزل، وطبعا بتكون معاهم كمان اجنس المربوطه زي ما هي. المهم ان ذا هاندلر بتعرف حاليا تشا وهايزل انها عايزاهم يروحوا يحموا فانيا من الموت عشان تقدر تدمر العالم والزمن يمشي في مساره الطبيعي. وتعرف هايزل كمان انه لما يخلص المهمه دي هتخليه ياخد اجنس بقى ويسافر بيها لاي فتره زمنيه هو عاوزها ويعيش معاها في سلام. طبعا بيوافق هايزل جدا وبيخرج دلوقتي هو وتشا عشان يساعدوا فانيا ويحموها لحد ما تدمر العالم. لكن دي مش بتكون نيه هايزل، لان هايزل في الطريق بيعمل حادثه كده عن قصد بالعربيه وبيحذف تشا بره العربيه وبيهرب من المكان عشان ينقذ اجنس من ذا هاندلر. والعلم ذا هاندلر في الوقت ده كانت قاعده مع رقم 5 وبتفضل تتكلم معاه في اي حاجه، فبيفهم رقم 5 انها بتحاول تبعده عن اخواتهم بحيث ما يساعدهمش ويوقفوا فانيا. فطبعا بيسيب دلوقتي رقم 5 المكان وبيمشي. بمجرد ما بيمشي بقى بيوصل هايزل للمكان وبيقتل ذا هاندلر وبياخد اجنس وبيسافروا من الزمن ده لزمن تاني خالص باستخدام الاله بتاعت السفر بالزمن. وهنشوف طبعا في الموسم الجاي هم قرروا يروحوا فين بالظبط. المهم على الجانب الاخر بنشوف ان لوسر ودييجو واليسون وكلاوس كانوا لسه في المكان اللي بيخططوا فيه هيعملوا ايه مع فانيا وهيوقفوها ازاي. بس قبل ما يفكروا في اي حاجه بتوصل عندهم عصابه ذا هاندلر وبتحاول تقتلهم، فبيهربوا من المكان وبيروحوا بقى على المسرح اللي كانت فيه فانيا بتعزف، وبيلاقوا فانيا هناك بتعزف وكل ما تعزف قوتها بتزيد اكتر واكتر. في الوقت ده بيروح لوسر ودييجو من الكواليس وبيهجموا على فانيا مره واحده كده بحيث يعني يوقفوها، لكنهم مش بيقدروا وبتستخدم فانيا قوتها وبتحدفهم لبعيد. وفي اللحظه بينتشر السعر وسط الجمهور بتوع الحفله والكل بيهربوا. اما فانيا فبتفضل تعزف عادي خالص وتزود قوتها اكتر واكتر. واثناء كل ده بقى بيوصلوا للمكان عصابه تبع ذا هاندلر، وكمان بيوصل رقم 5 وبتوصل كمان تشا. فبيتجنن دييجو وبيروح لتشا وبيفضل يتعارك معاها بمنتهى القوه، وبيكون على فكره هيقتلها بس في اخر لحظه بيرجع في كلامه ومش بيقتلها وبيسيبها لانه مش عاوز يقتل حد. اما بقى العصابه اللي وصلوا للمكان فبيفضلوا العصابه دول يتقاتلوا مع رقم 5 والكل عشان يمنعوهم انهم يقربوا لفانيا، لكن ده مش هيحصل لان كلاوس بيستخدم قوته وبيقدر يضرب اخوه بن، وبن بقى بدوره بيستخدم قوته وبيبدا يقتل في العصابه دي. والعلم بتكون قوه بن انه بيقدر يخرج وحش كده من جسمه ويقتل بيه اي حد. وبيكونوا دييجو ولوسر واليسون ورقم 5 شايفين اللي بيحصل ده ومش مصدقين نفسهم خالص. وبيقدر على فكره بن في لحظه كده يخلص على العصابه كلها. واخيرا بقى بيكون جه الوقت انهم يهاجموا فانيا ويوقفوها، فبيجروا لوسر ودييجو وكلاوس ورقم 5 على فانيا بحيث يوقفوها، لكنهم مش بيقدروا. وبتستخدم فانيا الطاقة الكبيرة اللي كونتها حوالين نفسها بسبب العزف، وحرفيا بتعلق الكل في الجو. بس ده مش بيستمر كتير لان بتيجي اليسون من ورا فانيا وبتضرب طلقة عليها، بس جنب ودنها مش عليها هي بالظبط. وفي اللحظة دي بتفقد فانيا قوتها وبيبدا يغمى عليها. وفي اللحظة دي بقى بتحصل حاجة غير متوقعة تماما. القوة اللي جوه فانيا بدل ما كانت بتستخدمها انها معلقة بيها اخواتها زي ما شفنا، القوة او الطاقة دي بتتركز جدا
وبتخرج من جسم فانيا وبتخترق حرفيا كوكب الارض وبتضرب كويكب في الفضاء، والكويكب ده بقى بيبدا بدوره يتدمر ويدمر كمان العالم كله بكوكب الارض. ومن هنا بقى بدات نهايه العالم. وفي الوقت ده صديقي كان رقم 5 عارف انهم خلاص هيموتوا لا مفر، فبيقرر ان هو يتصرف بسرعه وبيطلب دلوقتي من لوسر وكل اخواته يتجمعوا حواليه وبيبدا يحاول يسافر بيهم كلهم بالزمن لزمن تاني عشان ما يحضروش نهايه العالم ولا يموتوا. وبالفعل بيقدروا ان هم يهربوا من الزمن ده لزمن تاني، وهنشوف راحوا فين يا صديقي ولاي زمن بالظبط، ولكن في الموسم التاني الفيديو الجاي. اخر حاجه بقى بنشوفها ان العالم كله بيتدمر وبينتهي تماما، وكل حياه على كوكب الارض بتنتهي للابد. وبس كده، سلام.